أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من مرضى السرطان. النهاردة بإذن الله يكون عندنا المحاضرة رقم 4 في الجاسترو انترنال تراك، وهي خاصة بالبنكرياس. وكما هي العادة أولاد، هنبدأ ب multiple choice questions على المحاضرة الماضية. فهنا choose one answer. The acidic medium is needed for which proteolytic enzyme، يعني انهي proteolytic enzyme بيشتغل على البروتين هو اللي بيشتغل في الاسيديك ميديم. من غير ما تقرا السؤال مفيش غير البيبسين بتاع المعده، فهو الاجابه لا التريبسين ولا الكايموتريبسين ولا الكربوكسي بوليبيبتيديز، انما هو الاجابه بيبسين اللي هو سي. Regarding oxyntic cells، oxyntic دي اللي هي البارايتال سيل، هي الخلايا الجداريه الحامضيه. هل its intracellular fluid is highly acidic؟ لا، هي زي أي normal cell من 7 ل 7.2. It secretes the intrinsic factor، بتطلع ال intrinsic factor. إجابة صحيحة، هي ما بتطلعش ال HCl بس، بتطلع كمان ال intrinsic factor اللي لازم لامتصاص ال B12. It secretes pepsinogen؟ لا، ده ال peptic cell. It contains histaminic receptor number 1 H1 ريسبتور؟ لا، هي بتحتوي على هيستامينرجيك ريسبتور نمبر 2 H2 ريسبتور، وعليه الإجابة الصحيحة تبقى B. Regarding the HCl secretion needs proton pump، أيوة اللي هو في تبادل الهيدروجين مع البوتاسيوم. Needs carbonic anhydrase؟ طبعا. Needs ATP؟ قلنا كل secretion is an active process، وعليه الإجابة الصحيحة all of the above. طيب ننتقل للسؤال الرابع. Proximal motor unit of the stomach has thick wall؟ غلط، هي thin wall. Supplied by cholinergic vagal fibers؟ غلط، هي purinergic vagal fibers، طلع ATP لأنه بيعملها relaxation. It's characterized by reciprocal relaxation؟ إجابة صحيحة C. It secretes gastrin؟ لا، الجاسترين ال proximal motor unit هي الفندس والبودي، بينما الديستال موتور يونت هو الانترم والبايلوراس، هما دول اللي بيطلعوا الجاسترين، وعليه الاجابه الصحيحه هتبقى سي، هي دي الاجابه الصحيحه. السؤال الخامس. انتيرو جاسترون all are correct except، هل هو هنا بيقول لي اطلب الاجابه، يعني اختار الاجابه الخطا. secreted in response to fat in the duodenum؟ صح. involves gastrin؟ لا، الانتيرو جاسترون ما فهمش الجاسترين، هما الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد والسكريتين والسي سي كي، يبقى دي الاجابه الخطا وتبقى دي اللي مطلوبه. انما الانتيرو جاسترون ديكريسز البايلوريك بامب، سي صح. انفولف سي سي كي، صح. وعليه الاجابات هتبقى على النحو الاتي. السؤال الاول الاجابه هتبقى سي فور كات، الثاني بي فور بيبي، الثالث دي فور دادي، الرابع سي فور كات، الخامس بي فور بيبي. فدي كانت يا اولاد اللي هي الامتحان، وهنبتدئ باذن الله الليكتشر 4 في الجاسترونترنال تراكت، وهي خاصه بالبنكرياس. وكلنا يعلم ان البنكرياس ده، أو يعني هي اساسا البنكرياس بنسان، احنا سايبين الفوميتنج، هنبتدي بالفوميتنج قبل كده. يعني عندنا هنقول الفوميتنج، وهنقول البنكرياس، وهنقول حته في البايل، يعني هتبقى محاضره ليتل بيت، هناخد شويه حاجات اكتر، وزي ما قلنا ان احنا هيبقى الاعاده اقل، وانت تقدر تعيد الفيديو يعني اذا حبيت تسمع تاني، بدل ما انا اعيد كتير عشان عاوز اتقدم بصفحات اكتر. طيب احنا
كام لم نستكمل فوميتينج في المحاضرة الماضية نظرا لأن الانترنت كان في مشكلة شوية. فنقول فوميتينج من الأول تاني يا ولاد. زي ما بنقول كما إنه من الحب ما قتل من الفوميتينج ما قتل. القيء ده حاجة خطيرة جدا. يكفي ان انا احبكم تعرفوا ان وباء الكوليرا في القرن ال 19 لحد دلوقتي يعني اصاب العالم 27 مره من القرن 19 لحد دلوقتي. المره السادسه كانت في الهند مات فيها 800 الف شخص بيموتوا اساسا في الكوليرا من وتر داريه يعني اسهال زي الميه وفوميتنج. لا ننسى في الاطفال الصغيرين وفي الاولد ايج حتى الجاسترونترايتس اللي هو النزلات المعوية بتقتل برضو بالفومتينج والدارية. فده موضوع خطير وعش كده بقول كما انه من الحب ما قتل من الفومتينج ما قتل. سؤال الفومتينج ده سؤال نظري مهم جدا هنجاوبه في خمسة نقاط. by definition ايه تعريف الفومتينج؟ طبعا الفومتينج needs not to be defined يعني مش عاوز يتعرف لانه هو الاوترز اكسبالشن اوف جاستريك اند اور انستينال كونتينتس ثرو ذا ماوث. ادي تعريف الفوميتنج. يبقى ثلاث كلمات اوترز اكسبالشن لجاستريك اند اور انستينال كونتينت ثرو ذا ماوث. طيب السنتر بتاع الفوميتنج سنتر موجود في المدلة أوبلنجاتا وبيبقى زي ما احنا شايفين ريليتد للريسبيراتوري سنتر. الفومتينج سنتر اللون الاسود في المدلة أوبلنجاتا يعني حتى تذكر السوالوينج البلع وعكسه الفومتينج الاثنين السنتر بتاعهم في المدلة أوبلنجاتا وبيبقى ريليتد للريسبيراتوري سنتر. هتقولي طب ليه الفومتينج والسوالوينج سنتر ريليتد للريسبيراتوري سنترز؟ لان مفروض لو الاكل نازل في السوالوينج او طالع في الفوميتنج ان انا اوقف النفس اعمل ابنية لان لو باخد نفس وفي في الممرات اكل سواء نازل في السوالوينج او طالع في الفوميتنج الريسبريشن بتشتغل زي الفاكيوم زي المكنسة بالكهرباء هتروح سحبة لو باخد نفس والاكل شغال سوالوينج او فوميتنج هيروح سح مسحوب على الريسبيراتوري سيستم وتبقى طبعا حاجه خطيره. طيب جنب الفوميتنج سنتر في حاجه اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون. يعني في حاجات كتيره تغيرات كيميائيه في الدم بتؤدي الى فوميتنج. اشهر حاجه الدراجز. في دراجز بتعمل فوميتنج يا اولاد. طيب الحاجات دي لا تؤثر في الفوميتنج سنتر دايركتلي انما بتأثر في الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي بدوريها تأثر في الفوميتنج سنتر. اما ليه يسموها كيمو ريسبتور تريجر زون؟ كيمو ريسبتور يعني ريسبتور بتتأثر بحاجات كيميائيه. انما انا عاوزك تفهم كلمه تريجر يعني زناد. عارف زي ما ده تطلق الزناد بتاع المسدس فاكشلي لما الحاجات دي تستيميليت الكيمو ريسبتور تريجر زون خلاص تريجر يعني زي الزناد هروح على طول الشخص متقايل يبقى كانها الطلقه بس الطلقه هنا عباره عن فوميتنج فسموها كيمو ريسبتور تريجر زون. كيمو ريسبتور لانها بتتاثر بالاشياء الكيميائيه تغيرات في كيمياء الدم من ضمنها الدراج زي ما هنشوف والتريجر يعني الزناد لانها هتعمل فوميتنج. طيب النقطه الثالثه كوزس الفوميتنج. ايه اسباب الفوميتنج؟ في عندي سنترال كوزس بيأثروا على الكيمو ريسبتور تريجر زون وفي ريفلكس كوز. يبقى هنقسم الكوزز لسنترال وريفلكس. سنترال نبتدي بالدراجز يا ولاد. في ادويه كتيره جدا كسايد افكت كعرض جانبي بتعمل فوميتي. انما في دواء مشهور جدا جدا بنستخدمه اساسا تو اندوس فوميتنج. واحد يقول لي طب احنا ليه عاوزين شخص يتقايه؟ ده دي في كل مراكز السموم. لو واحد خد سم خطا فعاوزين قبل ما يمشي في الجهاز الهضمي ويحصل له امتصاص يتقيأه
فبندي له عقار يشغل الكيمو ريسبتور تريجر زون وبالتالي الفومتنج سنتر فيتقايا. هذا العقار اسمه ابومورفين. عشان اقوله لك كده بطريقه فيها يعني مزاح فتفتكرها، مش المورفين بقى، ابو المورفين بس بالبي، ابو مورفين. يبقى اشهر عقار بيعمل فوميتنج اللي هو ابو مورفين. طيب في عقار تاني بيعالجوا بيه الديزنتريا الاميبيه، من كتر ما بيعمل فوميتنج يعني عرض لا يمكن تفاديه، سموا هذا العقار إيميتين. عارف إيميتين في اللغة يعني من كلمة أمسز يعني قيء، يعني الدواء لو ترجمناه إلى عربياتنا معناها المقيء. الإيميتين ده الدواء اللي بيعمل قيء، إيميتين. يبقى في أدوية بتعمل فوميتنج عن طريق الكيمو ريسبتور تريجر زون. طب نيجي تاني حاجة يا ولاد، الهيبوكسيا. لما الإنسان بيحصل له هيبوكسيا دي بتؤدي إلى فوميتنج. طب واحد سألني ليه؟ أنا مش جاي أقرأ معاكم، عاوزين نفهم. لما يبقى فيه نقص في الأكسجين فإحنا عاوزين نسيف كمية الأكسجين القليلة دي لأهم سيستم في جسمنا هو السنتر نيرفس سيستم، لأن لو ما وصلوش أكسجين كفاية هيحصل غيبوبة. فالحل إن إحنا نوقف الجهاز الهضمي. فشوف الروعة، أول ما الأكسجين ينقص يعمل استيميليشن هيبوكسيا للكيمو ريسبتور تريجر زون، تعمل استيميليشن فوميتنج سنتر تخلينا نتقيأ، فالجهاز الهضمي الفرغ اللي فيه يبقى مش هيشتغل، لأنه لو اشتغل كان هيستهلك أكسجين. وهيشتغل إزاي بدون أكسجين؟ فاحنا بنوقف الجهاز الهضمي انقاذا للاهم هو السنترال نيرفس سيستم لما يبقى الاكسجين ناقص. طيب نيجي الاسيدوزيس. تخيل واحد عنده اسيدوزيس، يبقى المصلحه تقتضي ان هو يتخلص من الاسيدز. انه طب ما هو لو عمل فوميتنج هيتخلص من الجاستيك اتش سي ال. فربنا خلى الاسيدوزيس في الدم ستيميليت الكيمو ريسبتور تريجر زون وعليه الفوميتنج سنتر فيعمل فوميتنج. ليها جملة بحب أقولها يا ولاد، أعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. يعني تصور الهيبوكسيا تعمل فوميتنج، ده مفيد لأنه لما أعمل فوميتنج هيتوقف الجهاز الهضمي فالأكسجين قليل، نبقى spared for the central nervous system. لو عندي أسيدوزيس، من أعراض الأسيدوزيس أن أنا أعمل فوميتنج فأفقد أسيد، فده يساهم في علاج الأسيدوزيس. يبقى فعلا يا أولاد أعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. دول الثلاثة سنترال كوزيس. تعال بقى للريفلكس كوزيس. عندنا خمسة ريفلكس كوزيس على سبيل المثال، على فكرة وما أكثر من خمسة بس دول أهم خمسة. طب واحد يقول لي طب يعني قولها لنا بطريقه نفتكرها بسهوله. هناخد اول ثلاثه ورا بعض، ماوث، وبعدين هيؤدي الى الاستومك، وبعدين بعد كده الانتستين. يعني بترتيب ماوث، بعديه يجي المعده، بعديه يجي الانتستين. ماوث، لو عملنا الريتيشن للبوستيرو بارت اوف تانك او للفارينكس هيحصل فوميتنج. يعني هديك مثال، ساعات الواحد لما ياكل حاجه ويبقى مش منسجم فيها، يعني حاسس انها الاكله مش مظبوطه فعاوز يتقيأها لالا تعمل له حاجه، كلنا بنعملها. الواحد يدخل صباعه ويعمل اريتيشن لاخر حته البوستيرو بارت اوف تانج والفارنج يتقيأ. وبحكي قصه في فقره المعلومات العامه. في الامبراطوريه الرومانيه كانت تتميز يعني بغنى شديد جدا، وانا زرت روما، وروما دي يعني مدينه في ايطاليا غريبه في ان فيها الحداثه، المباني الحديثه جدا، وفي وسطها القصور من العصر الروماني والكولوسيوم اللي هو كان بيعملوا فيه المصارعات والحاجات دي، كولوسيوم. فزرت قصر، وبعدين الراجل التور جايد بيفرجنا حتت في القصر كلها، وبعدين قال لنا بقى بصوا الحوش ده حوش التقيؤ. فأنا سألته يعني إيه حوش تقيؤ؟ قال لي أصل يعني
في الإمبراطورية الرومانية كانوا بيعملوا ولائم فيها عشرات الأصناف، وأكل إيطالي بقى معتبر. طب المعازيم كانوا لهم 5-6 أصناف وشبعوا، طب هيدوقوا إزاي الباقي؟ فالشخص يسيب العزومة ويروح الحوش ده فيه كده حاجات يعني أواني فخارية وفوقيها معلقة خشب، فيمسك المعلقة الخشب ويتقيأ ويقفل الإناء ويرجع يأكل تاني. فكان في الإمبراطورية الرومانية في القصور حوش للتقيؤ. يبقى أول طريقة للتقيؤ يمكن أن يحدثها الإنسان بنفسه بأنه بصباعه أو زي ما قلنا بمعالق التقيؤ دي يإريتيت البوستيرو بارت أوف تانج أور فارينكس فيتقيؤ. طيب ننتقل بعد الماوس للستومك، جاستيك إريتيشن، يعني أي حاجة تإريتيت المعدة، اكل يعمل اريتيشن المعدة، واضح ان ده مش كويس. صور المعدة بتلفظه، ما يعني مش عاوزينه بقى لهذا الجهاز الهضمي. وتملي كنت بحكي قصة اللي هي عن رغيف الحواوشي اللي كلكم عارفينه المشهور ده. اول واحد عمله كان راجل اسمه الحواوشي، كان بجوار سينما كايرو في داون تاون القاهرة. وطبعا الراجل ده يعني كان بيعمل يعني رغيف الحواوشي ده بطريقة غريبة جدا. يجيب طبعا يعني مع الاعتذار زبالة اللحمة اللي في السوق، ويعني ويحط فيها سبايسز عشان الناس ما تعرفش طعمها بقى من كتر التوابل، وحتى اللي يلفها في جرنان ويدخلها الفرن. خد بالك الجرايد دي المبوعة بالانيلين داي اللي هو يجيب كانسر في اليورينري بلادر، يعني قنبلة موقوتة. رغيف الحواوشي ده لحمة بايظة عليها سبايسز، ولع الراجل فيها وفوقيها جرايد. فكنت دائما ابدا اقول انك لما كنت تروح للراجل بتاع الحواوشي ده تلاقي يوجد صفان، صف بياكل رغيف الحواوشي وصف تاني واقف على جنب الحائط كده عمال يتقايا اللي كل. يبقى الاستومك اريتيشن بتعمل قيء. طب ننزل تحت الانتستاينال اوبستراكشن، لو في انسداد في الانتستين، سكه مقفوله من تحت، يبقى الحل ايه؟ الحل تتقايا. يعني ده اقول لك حاجه، في الانتستاينال اوبستراكشن في الجراحه كانوا بيعلمونا في 5 كاردال ساينز عشان تشخص انسان اوبستراكشن، بس تلاقي 5 حاجات. تعال اقولها لك برضه اعتبرها فخر بمعلومات عامه. لو الانتست مقفوله يبقى الاكل اللي هتاكله هينفخ البطن، يبقى يحصل ديستنش لانه بيتجمع، وبعدين هتخلص منه عن طريق فوميتنج من فوق، دي تاني حاجه، ومفيش حاجه بتنزل من تحت خالص، ابسوليوت كونستيبيشن ثالث حاجه. وفي محاوله ان الانتستين يعني تتخطى المنطقه المقفوله بتعمل انقباضات ضخمه فيبقى في كوليكس، وفي الاخر من كتر الفوميتنج يحصل شوك. يبقى الانتستاينال اوبستراكشن بتدي 5 كاردينال ساينز، واحده منهم الفوميتنج، ديستنشن، فوميتنج نمرة 2، ابسوليوت كونستيبيشن مفيش حاجه بتنزل من تحت خالص، الانتستين مقفوله كله من فوق فوميتنج، وبعدين كوليكس وشوك. يبقى ده اول ثلاث اسباب، قلناها بطريقه لطيفه، هتفتكرهم ازاي؟ ما عشقت مثل عشق النظام، ماوث، ستومك، انتستين. نيجي السبب الرابع، فيسرال رينال كوليكس، معروفه المغص كالورينال كوليك بيبقى معاه قيء. الابنسايتس التهاب الزائده الدوديه بيبقى معاها قيء. نيجي السبب الخامس اللي هو الموشن سيكنس، اللي هو زي دوار البحر، الناس لما تركب البحر ويحصل كنا قلناها في السنترال نيرفوس سيستم الاستيميليشن بتاع النون اوديتوري لابيرنث السيمي سيركولار كانالز بيؤدي الى فوميتنج في دوار البحر وفي دوار الجو. وايفن في ناس يعني كنت طول عمري اقول ان الناس الصعيده اللي زي حالاتي اللي من ابر ايجيبت اول ما ينزلوا بقى الحضر والمدن ويركب عربيه، العربيه تتهز بيه تلاقيه اتدلى من الشباك وعمال يتقايق لانه مش محتمل الموشن. موشن يعني حركه، يبقى الموشن الحركه الغير منتظمه دي في البحر او في الجو او في السيارات حتى ممكن تؤدي الى سيكنس، او حتى في الاراجيح لما تروح تركب قلنا في دريم بارك او فول ديزني او اي حاجه، في ناس تنزل بعد من كتر الدوار ده ينزل يتقايا. يبقى دي الخمس اسباب اللي هم ريفلكس، ماوث، ستومك، انتستين، تحفظوا ورا بعض ماوث وستومك وانتستين.
وان فيسرال كوزس وموشن سيكنس. ولا تنسى دول ريفلكس كوزس، يعني امبلس جاي من بره ورايحه للتاثر في الفوميتنج سنتر. اما السنترال كوزس فكلهم عباره عن تغير في كيمياء الدم، دراجز، نقص اكسجين في الدم، اسيدوزس، ودول ياثروا الاول في الكيمو ريسبتور تريجر زون وبعدها في الفوميتنج سنتر. طيب انتقل للنقطه الرابعه يا اولاد، ميكانيزم اوف فوميتنج. هنقسم ميكانيزم اوف فوميتنج الى جزئين، بيفور فوميتنج وديورينج فوميتنج. قبل الفوميتنج في حاجتين مهمين جدا يا اولاد. عادة او غالبا، حتى مش عادة، الانسان عمره ما يفوميت فجأة كده. قبل الفوميتنج بيحس بغثيان نفس، بيسموها في الطب نوزيا، اللي هي غثيان نفس، نفسه قايم عليه عاوز يفوميت. بعدين نمرة اتنين، وده سؤال مهم جدا 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 في الام اس كيو وفي الشفوي، سالايفيشن، يلاقي اللعاب زاد جدا في بقه. طيب هو ليه اللعاب بيزيد؟ تعال نفكر. لان حضرتك هتفوميت الجاستريك كونتنت اللي هي ايه؟ اللي هي اسيدك. والصلايفة، الصلايفة قلنا فيها بافرز، فيها اتنين بافر مهمين جدا، باي كربونيت بافر وبروتين. فربنا سبحان الله خلى لما المقدمة قبل الفوميتنج الواحد يبقى عنده كمية لعاب كتير، وطبعا اللعاب ده بيبلعه يملى المريء والفم، فلما يطلع عليها الاسيد الجاستريك HCl يتم تخفيفه بالصلايفة، يبقى دايلوتد، ومعادلة الاسيد بالبايكربونات والبروتين. محدش هيسألك، بس انا عاوزك تفتكر ان في حاجة اسمها سالايفيشن. ازاي بقى بتيجي في الاسئلة؟ هقولها لك، بتيجي بطريقتين. كان في استاذ فاضل عندنا يسأل سؤال جميل جدا في الشفوي، يقول لك مين الـ only gastrointestinal glands that share in the process of vomiting؟ مين الغدد اللي تابع الجهاز الهضمي الوحيدة اللي بتشترك في الفوميتنج؟ الإجابة salivary glands. طيب سؤال أصعب بقى في الـ MSQ، كان يقول لك إيه؟ هل stimulation of vomiting center، يعني لما تستيميليت الفوميتنج سنتر ده بيزود السليفيشن؟ في ناس تفتكرها غلط، فاكر انه لازم يشغل السليفري نيوكلياي عشان يحصل سليفيشن. لا، دي صح، استيميليشن اوف فوميتنج سنتر، فوميتنج سنتر مش السليفري نيوكلياي، بيؤدي الى سليفيشن. وده مره اخرى يدل على انه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله، ومش اي حاجه يا اولاد. ليه بيطلع صلايفة ديك؟ فهمت؟ تدايليوت مية، تدايليوت الـ HCl، وفيها بفر تنيترولايز الـ HCl، شيء رائع. ده بيفور فوميتنج. في حاجات تانية طبعا، بيحصل سويتنج وتاكيكارديا، بس احنا انا عاوزك تركز في النوزيا، غثيان النفس، والسالايفيشن. طب نيجي ديورينج فوميتنج، انا بقولها لك طريقة لطيفة او تاتا في تلاتة. اول حاجة، انا الفوميتس طالع من المعدة، طب قصاده ثلاث فتحات اللي هو الماوث، وده الصح، او يدخل في النوز وده غلط، او يدخل في اللارينكس وده اكبر غلط، يبقى لازم نمنعه من الدخول في النوز وفي اللارينكس. بنمنعه من الدخول في النوز ازاي بقى يا اولاد؟ قلناها مع السوالوينج، باي اليفيشن اوف سوفت باليت، عشان تقفل البوستيرو نيزال اوبننج، خدناها مع السوالوينج. طب في اللارينكس ازاي؟ طالب يقول لي انا هقولها لك، كنا بنقول elevation of the larynx to be covered by epiglottis زائد closure of the glottis زائد apnea. هنا بقى حصل غلطه يا اولاد. في السوالوينج بص بيحصل elevation of the larynx لما ابلع ريق اهو. شفت اللارينكس بتعلى. انما في الفوميتنج وعاوزك وانت قاعد كده ما بيحصلش ان احنا نرفع اللارينكس خالص، ما بتتقفلش بالطريقه دي، الطريقه دي خاصه بالسوالوينج بس. بديل احط ايدي اهو على اللارينكس وهعمل فوميتنج، ما ارتفعتش، انما في السوالوينج بتعلى. يبقى بنخفل دي في الفوميتنج للاوائل، بنقفلها بس بالكلوجر اوف ذا جلوتس، الاحبال الصوتيه، ونوقف النفس ابدا. واقول لكم برضو، مره طالب عمل يعني مسخره،
قال لك بروتكشن اوف ذا ابر اير باسجز، راح جايب الكلام بتاع السوارين كله، قال هنقفل النوز باي ايليفيشن اوف سوفت بلد، ونقفل الماوث باي ايليفيشن اوف تانج وكونتاكشن ماي هايويد، ونقفل اللارينكس باي ايليفيشن اوف لارينكس زائد تو بي كفر باي جلوتس كلوز اوف ذا جلوتس زائد ابنيا. تصور انت عارف عمل ايه؟ قفل الماوث. طبعا هتفهمت منين؟ فاوعى الغباوه دي تعملها، انك تجيب السؤال بتاع السوالوم تروح حاطه از از في الفوميتنج. هنقفل الماوث في فوميت ازاي؟ بنقفل النوز واللارينكس بس للاوائل. واللارينكس اللارينكس ما بنرفعش اللارينكس الا في السوالوينج. في الفوميتنج ما بترتفعش اللارينكس، بتقفل بالجلوتس بس، وقفله جامده، ده اللي بيدي الصوت. سيد ابنيا. يبقى قفلنا النوز باي اليفيشن سوفت بالات، وقفلنا اللارينكس بحاجتين كلوجر اوف ذا جلوتس وابنيا. يبقى دي اول ثلاث نقط اللي هم بروتكشن اوف اير باسجز. طيب نيجي بقى الغلطه المشهوره، تسال الطالب ازاي هتفوميت، يقول لك الاستومك هتكونتراكت فالواحد يفوميت. ده عبط، كلام يسقط. في البروسيس اوف فوميتنج، افتح ودانك، the stomach is completely relaxed. The stomach is passive. دي أكبر غلطة في الفوميتنج، إن الاستومك لا تنقبض في الفوميتنج. الاستومك completely relaxed، الاستومك passive. أمال بنعمل إيه؟ بنكونتراكت الدافرام والأبدومينال عشان نعصرها، نزود الانترا أبدومينال بريشر فالفوميت. وإلا بقولها في مزاح، لو انا الاستومك هي اللي بتنقبض وبتعمل فوميتنج، كنت قعدت كده حاطط رجل على رجل، انا دلوقتي حاطط رجل على رجل اهو اهو وفوميت. ما هي الاستومك اللي بتعمل ده. احنا يا اولاد عشان نفوميت بنعافر، اتذكر اتذكر الفسيولوجي كما الحياه، بنقعد انا اللي بعصرها، بكونتراكت الدافرام والابدومينال وول عشان اعصرها فتطلع. فأهم نقطة هنا إن الاستومك is completely relaxed is passive. هفصل الأجابة بطريقة رائعة. ثلاث حاجات ريلاكسد، أنا عاوز الأكل يطلع من المعدة أهي عبر اللور أسوفجيال سفينكتر عبر الأسوفجس، فالاستومك ريلاكسد passive completely relaxed أو passive، اللور أسوفجيال سفينكتر ريلاكسد والأسوفجس ريلاكسد. يبقى كم حاجة ريلاكسد أهم؟ ثلاثة، استومك لور اسوفجيال سفينكتر واسوفكس، وثلاثه كونتراكتد. باخد ديب انسبريشن فولو باي كونتراكشن، وايه قاعد معايا دافرام ابدومينال وول. الثالثه بقى الاسكاء، لازم اكونتراكت البايلوريك سفينكتر عشان لما اعصر الاستومك يبقى الاكل قصاده يطلع لفوق ما ينزلش على تحت، فلازم اكونتراكت البايلوريك سفينكتر. فالميكانيزم اوف فوميتنج حفظتها لاجيال طريقه رائعه، ثلاثة في ثلاثة. ببروتكت، دي بقى هعيدها تاني، ببروتكت الاير باسجز بثلاث حاجات. النوز بقفلها بحاجة واحدة، إليفيشن اوف سوفت بالت. طب اللارينكس ما باخدش الثلاثة، بسيب إليفيشن اوف لارينكس، ما بترتفعش اللارينكس في الفوميتنج، كلوجر اوف ذا جلوتس زائد ابني. وبعدين ثلاث حاجات ريلاكسد وثلاثة كونتراكت. مين اللي ريلاكس؟ الاهم واحده اللي عليها النمره دي، احط عليها الليزر اهو. اوعى تقول الاستومك بالكونتراكت، هتسقط. الاستومك is completely relaxed is passive in the process of vomiting، مش اكتف. الاستومك ريلاكسد، اثنين اللور اسوفجيال سفينكتر ريلاكسد، الاسوفجس ريلاكسد، ثلاثه ريلاكسد وثلاثه كونتراكت، اللي هم الدافرام نمره واحد، ابدومينال وول نمره اثنين، دول اللي بيزودوا الانترا ابدومينال بريشر عشان هم دول بيحصلوا الاستومك. ولا تنسى انك تكونتراكت البايلوريك سفينكتر عشان الاكل يبقى قصاده يطلع كده ما يدخلش على الانتستين. طيب نيجي الايفكتس اوف فوميتنج اللي هي النقطه الثالثه. الايفكتس اوف فوميتنج ثلاثه يا اولاد، قلنا من الفوميتنج ما قتل، مش كده؟ في الكوليرا اللي قلنا 27 وباء من اول القرن التاسع عشر لحد دلوقتي، والنزلات المعوية ليه؟ هيموت الشخص من دي هيدريشن، وطبعا دي هيدريشن دي بتوطي الضغط، تعمل لك شوك والهارت ريت يزيد، ويعني
حاجه ضخمه. وبعدين بتغير البي اتش، لو حضرتك فقدت الاتش سي ال الجاستريك كونتنت هيدروكلوريك اسيد هيحصل لك الكالوزيس. لكن لو فقدت الانتستاينال كونتنت اللي هي صوديوم بايكربونات، فقدت الكالي، انت فقدت الكالي، فانت يحصل لك اسيدوز. يبقى المهم بتغير البي اتش. لو فقدت الجاستريك كونتنت الاسيد، الاسيد الاتش سي ال، انت يحصل لك الكالوزيس. لو فقدت الانستاينال كونتنت اللي هو الالكالي صوديوم بايكربونات، انت يحصل لك اسيدوز. وفي جميع الاحوال مين الاين اللي بنخاف منه جدا لما يتغير؟ البوتاسيوم، بيحصل هايبوكاليميا، هايبوكاليميا نقص البوتاسيوم. يبقى لما يجي لنا سؤال فوميتنج، انا اتفقنا مش هنعيد تاني، انت هتعيد الفيديو هتتكلم عليه في 5 نقاط: الديفينيشن، وبعدين السنتر تاني نقطة، وبعدين الكوزس تالت نقطة، ميكانيزم رابع نقطة، افكتس خامس نقطة. طيب انتقل للبنكرياس يا ولد. البنكرياس واحد من اهم الغدد في الجهاز الهضمي. ليه؟ كنا قلنا ان البنكرياس ده بيشتغل كاندوكراينال جلاند واكسوكراينال جلاند، يعني له وظيفتين. اندوكراينال كان بيطلع اتليست 5 هرمونات مهمين، راجع محاضرة البنكرياس في الاندوكراين عشان مش هضاع لك وقت، مش هقول الكلام اللي قلته قبل كده، اللي تقدر تشوفه على اليوتيوب. يبقى على الاقل 5 اتليست 5، ده دي قلنا سؤال ام اس كيو. البنكرياس بيطلع اتليست 5 هرمونز، ده اندوكراينال فانكشن، وبعدين له اكسوكراينال فانكشن. وفي هذا الاكسوكراينال فانكشن، شوف العظمه، بيطلع نوعين من السكريشن. يعني نفس البنكرياس طلع نوعين من السكريشن، يا اكيوس سكريشن مائي، يا انزيماتيك سكريشن، هنتكلم عنه دلوقتي حالا. وشوف العظمه، ان الانزيماتيك سكريشن قلنا البنكرياس لوحده، لوحده كل محاضره بقولها، كان كومبليت دايجيشن فروم اي تو زد. في امريكا نقولها فروم اي تو زي، في عربياتنا هنا نقولها من الالف للياء. تخيل، يعني نحن نحتاج فقط الى عصاره البنكرياس، فيها زي ما هنشوف كل الانزيمات اللازمه لاتمام عمليه الهضم بالكامل. فالبنكرياس ده اهم غده في الجهاز الهضمي. طيب هيجي لك سؤال اتكلم على البنكرياتيك سكريشن، تقول اللي هو المكونات والكنترول بتاعه. وي هاف تو تايبس، اكياس وانزيماتيك. فاكر الاكياس ده كنا كان بيطلعوا السكرتين، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو احنا قلنا عشان يحصل هضم لازم الـ HCl اللي جاي مع الاكل من المعده ده نعمل له دايليوشن ونيوتراليزيشن. ليه؟ لان قلت وهقول تاني، كل الانزيمات بتاعت الجهاز الهضمي بتشتغل في وسط نيوترال او الكالاين. ده لسه جايبينها سؤال. في عدد محدود جدا من الانزيمات اهمهم البيبسين هو اللي بيشتغل في اسيديك ميديا، انما الباقي كله عاوز وسط نيوترال اور الكالاين. فده وظيفه الاكياس سكريشن بتاع البنكرياس، ان الـ HCl اللي نازل مع الاكل من المعده الى الديودينم، البنكرياس بيصب العصاره بتاعته في الديودينم الاكياس سكريشن عشان يخفف ويعادل هذا الـ HCl. فتعال شوف مميزات الاكياس سكريشن، ان لارج ان فوليوم تو دايليوت الـ HCl، ريتش ان صوديوم بايكربونات تو نيوترلايز الـ HCl، ومش مهم بالانزيم، بور الانزيمز. بينما الانزيماتيك سكريشن العكس تماما بقى، اللي هي المهمه. خلاص الاكياس زي ما بقول عمل عمليه اعداد للمسرح، عادل اتس ال وخففه، لارج ان فوليوم فخفف الاتس ال، ميه خفف الاتس ال، ريتش ان صوديوم بايكربونات تو نيوترايز الاتس ال، بابور الانزيم. الانزيماتيك بالعكس، هنا سمول ان فوليوم، بور ان صوديوم بايكربونات بات ريتش ان انزيمز، عشان كده سموها انزيماتيك سكريشن. وايه؟ قلت مجموعه الانزيمات بتاعت البنكرياس كان كومبليت دايجيشن فروم اي تو زي.
طيب بيقول لك ان في سكريشن منهم بيطلع من الداكت سيلز اهو السايت، يبقى اول حاجه قلنا الكاركترز، ثاني حاجه السايت بالداكت سيلز، والثاني بيطلع من الاسينر سيلز. انا مش عاوز ناس حافظه، تعال نفكر. انا هسيب لك اسم لطيفه جدا، وراء الخلق قوة عاقله. هو المفروض مين يطلع الاول؟ انا اقول لك ان المفروض الاكياس يسبق الانزيماتيك سكريشن. الاكياس ينزل الاول في الانتستين، اهو الانتستين اهي، يخفف الـ HCL ويعدله بالصوديوم بيكربونات، وبعدين يجي الانزيم يلاقي الوسط مناسب، لانه قلت الانزيمات لا تعمل غير في وسط نيوترال او اركلاين. يبقى لازم الاكياس يسبق الانزيماتيك، يبقى لازم الاكياس يطلع من الداكت سيلز بينما الانزيماتيك من الاسينر سيلز. يبقى شوف انا مش جاي اقرا معاك، احنا جايين نفهم مع بعض. الاكياس يسبق الانزيماتيك، طب الداكت بتسبق الاسينس، يبقى الداكت تطلع الاكياس والاسينس تطلع الانزيماتيك سكريشن. النقطه الثالثه الكنترول. احنا قلنا يا اولاد نجمع تجميع تاني، قلنا الخمس عشرات في الجهاز الهضمي بيبتدوا نيرفس اند از كومبليتد هرمونال. قاعده مذاكر مش مذاكر تكتب الكلام ده، ستارتس نيرفس كومبليتد هرمونال ما عدا، فاكرها مين؟ مين اللي كانت نيرفس بس؟ السلايفي، بقولها لتالت محاضره. لان الاكل قلنا ستيز very short time in the mouth، الاكل بيقعد فتره طويله جدا في الماوث، يبقى لازم العصاره اللعابيه تطلع بسرعه جدا، يبقى تبقى نيرفس بس. يبقى العصاره اللعابيه نيرفس اونلي، الاربع عصائر التانيين يبتدوا نيرفس ويكملوا هرمونال. في حاله البنكرياس ايه اهم كلمه؟ ان الهرمونال هو المور امبورتنت، اللي بيطلع الاكياس هو السكرتين اللي هو قلنا اول هرمون اكتشفه الانسان، ده بيطلع الاكياس، اما اللي بيطلع الانزيماتيك هو الكوليسيستوكاينين. وهنا اهم حاجه في اجابه السؤال ريجوليشن انك تديسكاس السكرتين والسي سي كي، ولاني عاوز اخلص كتير ارجع لها في المحاضره. كنت بتكلم في خمس نقاط كنت حاططهم في جدول، فبقول السايت بيطلعوا منين؟ كل الهرمونات قلنا بتطلع من الابر بارت اوف سمول انتستين اللي هو ديدينام وجيجنا. طب والكيمستري قلت كلهم بولي بيبتايد، وليه بولي بيبتايد؟ عشان يبقوا رابد، عشان يشتغلوا دي مينتس. يبقى السايت والكيمستري، وبعدين النقطه الثالثه والرابعه ستيمولس والريسبونس اللي هو الاكشن، الثالثه والرابعه، وبعدين نوتس بتختلف من هرمون لهرمون. فاهم حاجه في السؤال ده انك تشرح السكرتين والسي سي كي اللي هو قلت اهم صفحه في الدايجيشن هو الصفحه بتاعت الهرمون، لانها داخله في كل سؤال. ابقى ارجع لها بقى المحاضره الاولى واعرف هتكتب ايه في السكرتين والسي سي كي. الهرمون اللي هو الاهم في البنكرياس، لكن فيه نيرفس. طبعا احنا عارفين النيرفس فيه فيجاس وسيمباثيتك. مين صديق الجهاز الهضمي؟ انا اتصور الفيجاس، وانها هو ماستر الجهاز الهضمي مليون مره. فالفيجاس بيزود مين بقى؟ الانزيماتيك سكريشن اللي هي المهم، عن طريق الاستايل كولين ديورينج السيفاليك والجاستريك فيزيس، عن طريق الفوسفوليبيز سي. يعني انت اهم حاجه تقول الفيجاس بيزود الانزيماتيك بس، ده المهم الاستايل كولين. الاكل هو موجود في الراس في السيفاليك فيز، وهو موجود في المعده، عن طريق الفيجاس بيشغل بنكرياس يقول في اكل، يا بنكرياس بقى حط لنا الانزيمات اللي هتهضم هذا الاكل. بينما السيمباثيتك بالعكس بينقص الاكس سكريشن، خلاص. وعليه الانفعال يا اولاد، فهمنا ليه الانفعال يخلي الواحد يحس بحموضه ويجيب له قرحه معديه؟ لان السيمباثيتك بيقلل الاكس سكريشن، يبقى الفيجاس يزود الانزيماتيك، السيمباثيتك يقلل، بس يقلل مين؟ الاكس اللي هو مهم لمعادله الاتش سي ال. عشان كده فاكر زمان لما كنا طلبه كانوا يقولوا لنا ايه احسن علاج للقرحه المعديه؟ انك انت تهدى، توقف سيمباثيتك، لانه السيمباثيتك ده بيقلل الاكل سكريشن اللي بعد الحمض. فكانوا يقولوا لنا جمله جميله جدا، ذا بيست تريتمنت فور بيبتيك ألسر از، قبل بقى الادويه الجديده اللي طلعت اللي خدناها اللي هو البروتون بامب انهيبيتور والاتش 2 بلوكر، كانوا يقولوا لنا ذا بيست تريتمنت
is long holiday on seashore. إجازة طويلة على شاطئ البحر. عشان تهدى، عشان السمباثيتك ما يشتغلش. السمباثيتك ده مصيبة انه بينقص الاكل سيكريشن. طبعا السمباثيتك بيطلع نور ادرينالين اللي بتشتغل عن طريق السايكليك ام بي. طيب ده سؤال مهم جدا، ممكن يجيب لك يقول لك ديسكاس اكل سيكريشن بس او ديسكاس انزيماتيك سيكريشن بس، يبقى هتاخد نص الجدول العلوي ده، الاكس في حاله الاكس والانزيماتيك في حاله الانزيماتيك. نجاوب السؤال الثاني اللي هو الاكل سيكريشن. ايه وظيفه الاكل سيكريشن؟ قلنا ان الاكس بيسبق الانزيماتيك. ليه؟ لانه بيبروفايدز النيوترال بي اتش فور انزيم. عشان كده كان بيطلع، قلنا منين بيطلع؟ من الدكت سيلز. بروفايدز النيوترال بي اتش فور انزيمز، وايفن بي واشز اوت الانزيمز، يعني انزيم بتعوم في الميه وتنزل للانتستين. يبقى ده الاكل سيكريشن ليه وظيفتين، بيعد المسرح، بيعمل لنا نيوترال بي اتش فور انزيمز، وبعدين بيغسل الانزيمز. هنا عاوز اقول سؤال في الام اس كيو مهم جدا يا اولاد. في الديودينام بيبقى الوسط اسيديك، عشان كده الكالسيوم والايرن محتاجين وسط اسيديك لامتصاص يمتصه من الديودينام. ده سؤال ام اس كيو. طب امتى الوسط بيصبح نيوترال في جيجينام؟ يعني في يعني في الديودينام اول حته في الانتستين بيبقى لسه الاتس ال بخيره اسيديك، وينزل بقى الاكل سيكريشن عشان يعادله. بيتم المعادله بالكامل في الجيجينام. دول سؤالين ام اس كيو. يبقى الديودينام اسيديك، وعشان كده سؤال تاني ام اس كيو، امتصاص الكالسيوم والار اللي هم عاوزين وسط اسيديك يدوبهم بيتم في الديودينام، اما الوسط بيصبح نيوترال في الجيجينام. طيب ميكانيزم اوف صوديوم بايكربونات سيكريشن. اهم حاجه في الاكس انه ميه وصوديوم بايكربونات. ازاي بنعمل الصوديوم بايكربونات؟ تعال نتفرج مع بعض دلوقتي يا اولاد. زي ما علمتكم في الاتش سي ال، لما يجي لك مشكله لازم تعمل لها فراكشنيشن. فلما يقول لي ازاي اكون صوديوم بايكربونات، ما فكرش في الصوديوم بايكربونات على بعضه. اقول لنفسي شوف طريقه حلوه قوي، انا عاوز صوديوم وعاوز بايكربونات. ما اقولش انا عاوز صوديوم بايكربونات. وعلمت لك في الحياه لما تواجه اي مشكله لازم تجزئها وتتعامل مع كل جزء على حده. فانا ما يقول لي ازاي في الاكل سيكريشن عباره عن ميه وبايكربونات، ايه اهم حاجه؟ صوديوم بايكربونات. ازاي البنكرياس بيكون صوديوم بايكربونات؟ ما فكرش في صوديوم بايكربونات، افكر في الصوديوم لوحده والبايكربونات لوحده. نجيب ازاي البايكربونات؟ انتوا حافظين احسن مني. اسهل تفاعل في الجسم كربون دايكسايد مع ميه بمساعده الكربونيك انهيدريز انزيم، يديني كربونيك اسيد اللي يبقى ديسوشيتد لبايكربونات وهيدروجين، وهذا البايكربونات از اكتيفلي بامبد في اليومن بواسطه بايكربونات اي تي بيز. جبنا السي او 2 منين؟ من السيل. نفس السيل دي عشان بتتنفس بتنتج سي او 2 من السيل نفسها، من الدكت سيلز، وجبناه من البلاد. يبقى كده حلينا نص المشكله. منين جبنا البايكربونات؟ كربون دايكسايد بلس ووتر بمساعده الكربونيك انهيدريز يديني كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد لبايكربونات وهيدروجين. البايكربونات هو اللي انا عاوزه بقى، يبقى اكتيفلي بامبد في اليومن بواسطه بايكربونات دي بيس. يبقى فاضل لي الصوديوم، اجيب منين الصوديوم؟ بقولها بطريقه لطيفه، نظرت الدكت سيل على يسارها فلقت البلاط بيموج بالصوديوم، صوديوم في صوره صوديوم كلورايد. فالدكت سيلز قالت اما لو البلاط ادانا الصوديوم يبقى خلاص ادي بايكربونات الصوديوم، يبقى عملنا الصوديوم بايكربونات. بس بقول محدش بيدي حد حاجة كده لله، لازم عشان يدينا حاجة نديله حاجة. لما بتاخد حاجة بضاعة من أي شخص بتديله مقابلها حاجة، فلوس. طب ما احنا فاضل عندنا هيدروجين أيون بوزيتيف،
طب ما ندي احنا الهيدروجين البوزيتيف، يبقى كده يعني مبادله عادله، هيدروجين بوزيتيف وناخد عوضا عنه الصوديوم بوزيتيف بس بالاكتف ترانسبورت. يبقى كوننا الصوديوم بايكربونات. يبقى ازاي كوننا الصوديوم بايكربونات؟ عرفت ازاي بنفكر فيها؟ بنقسمها، اقول انا عاوز بايكربونات وعاوز صوديوم. بايكربونات اسهل تفاعل في الجسم، سي او2 مع ميه بمساعده الكربونيك انهيدريز يديني كربونيك اسيد اللي يبقى ديشيتد لبايكربونات وهيدروجين. البايكربونات يبقى اكتفلي بومبد في اليومن بواسطه اكتف بايكربونات اي تي بيس. يبقى ناقصني ايه؟ صوديوم. نظرت الدكت سيلز لقت البلاد يموج بالصوديوم في صوره صوديوم كلورايد. طب ما يدينا صوديوم بوزيتيف؟ لا، لازم نديله حاجه زيها بالظبط بوزيتيف. طب ما انا فاضل عندي هيدروجين، يبقى اديله هيدروجين اكتفلي واخد صوديوم اكتفلي، اتكلم صوديوم اتكون صوديوم بايكربونات. اللي زي الاتش سي ال هياخد وراه ميه باي اسموزس، لازم تبقى في ميه، مش هتبقى كده يا مركز. طب بصوا بقى حاجتين مهمين قوي هنا يا اولاد. يبقى مره اخرى قصاد كل مولكيول صوديوم بايكربونات اتكون في اليومن، الناحيه الثانيه خدنا صوديوم ودينا هيدروجين، فهيتحول الصوديوم كلورايد لما تاخد منه صوديوم تديله هيدروجين الى اتش سي ال. يبقى قصاد كل مولكيول صوديوم بايكربونات في اليومن هيتكون، اتكون قصاده في البلاد مولكيول اتش سي ال. يبقى الدم اللي خارج الفينس بلاد اللي خارج من البنكرياس في اتش سي ال هايلي اسيدك، فيسموا ده اسيد تايت يموت. تصور يعني في اثناء الصوديوم بايكربونات سكريشن في البنكرياس لكل مولكيول صوديوم بايكربونات في اليومن بيتكون قصاده مولكيول اتش سي ال في البلاد، فيسموا ده اسيد تايت. وقلت ليه سموه تايت؟ لانه بيعلو ويهبط. شوف العظمة الإلهية، العظمة الإلهية. أثناء الـ HCL سكيشن في المعدة لكل مولكيول HCL في المعدة بيتعمل مولكيول صوديوم بايكربونات في البلاد، فيخرج الفينس بلاد من المعدة الكلاين يموت، يغير pH يموت. في أثناء الصوديوم بايكربونات فورميشن في البنكرياس لكل مولكيول صوديوم بايكربونات في البنكرياس بيتكون مولكيول HCL في البلاد، فيخرج الفينس بلاد من البنكرياس هاي اسيدك يموت اسيد تايد. يبقى ده لوحده يموت الكلاين تايد في حاله الاتش ال سكريشن، وفي حاله البنكرياتيك سكريشن اسيد تايد يموت، يلتقي الطيران فيعادلوا بعض. فخدنا المزايا وضيعنا السميه. ايه العظمه دي؟ يبقى في اثناء الاتش ال الدم خارج الكلاين، الكلاين تايد في صوديوم بايكربونات. في اثناء البنكرياتيك سكريشن الدم خارج اسيدك اسيد تايد في اتش سي ال، الكلاين تايد واسيد تايد يلتقوا مع بعض، الفينس بلاد من المعده والفينس بلاد من البنكرياس اسيد تايد مع الكلاين تايد ضاعوا بعض، عشان كده سموهم تايد، لان كل حاجه بتحصل وترجع تاني التاني بيعادلها، عشان كده سموا دي اسيد تايد وسموا دي الكلاين تايد. وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله، وأتعجب إن العالم بيوجد فيه ملحدون أعنهم الله. طيب ده السؤال الثاني اللي هو الأكس. السؤال الثالث أقلهم اللي هو الإنزيماتيك بيسيبوه للبايوكيمستري، ده ما إحنا ما بنجاوبش حاجة ونسيب حاجة، إحنا بنقول كورس متكامل. فلو جاب لك قال لك اتكلم على الإنزيماتيك سكريشن والبنكرياس تاخد نص الجدول، اللي هو تقول بماذا يتميز بانه بور ان فوليوم سمول ان فوليوم بور ان سوديوم بايكربونات ريتش ان انزيمز، وطالع منين؟ من الاسينر سيلز، والكنترول بتاعه اساسا هرمونال بالسي سي كي، لكن بيزيد كمان بالفيجاس بالاستايكوليد. وبعدين تقول مين مجموعه الانزيمز؟ للمره الرابعه يا اولاد، للمره الرابعه، البنكرياس لوحده عنده مجموعه انزيمز فولي سفيشنت to complete digestion. الانزيمز دي موجوده في صوره زايموجين جرانيولز في السيلز، وبتطلع الانزيمز دي بروتين، يبقى هتطلع اي بروتين يطلع بره السيل بايه؟ انا مش بوريك الكلمه دلوقتي، هوريها لك. بروتين
موجود في البنكاتيك سيلز اللي هو في صوره انزيم، انزيم في صوره بروتين، وهيطلع تطلع بعمليه اسمها اكسيتوز لواحد ذكي. اي بروتين والانزيم بروتين، انزيم بروتين هتبقى ديسشارجد من البنكرياتيك سيلز على وجه التحديد الاسينر سيلز اللي بتعمل انزيم بالاكسيتوز. تعالى بقى نتفرج كده على مجموعه منتقاه. حضرتك عاوز تهضم ايه؟ انا عندي المواد العضويه ثلاث، كربوهيدرات وفات وبروتين. تعالى بقى افرجك مجموعه منتقاه من الانزيمز تقدر تعمل الدايجيشن فروم اي تو زد. فالستارش ممثلا عن الكربوهيدرات بيتكسر بالبنكرياتيك اميليز الى مالتوز. حلو خالص. وطبعا البنكرياتيك اميليز لا يدانيه ولا يقترب من سمعته السليفر اميليز. كان عندنا سليفر اميليز، انما ايش جاب لجاب البنكرياتيك اميليز ده بفلوس، سليفر اميليز ده اي كلام. نيجي نيوترال فات، عندنا مجموعه منتقاه، عندنا بنكرياتيك لايبيز اكتيف، هو اكتيف لوحده لكن بيبقى اكتيفيتد اكتر زي ما هنشوف بعد شويه بالبايل سولتس. يبقى هو اكتيف بس يبقى مور اكتيف بالبايل سولتس. ده يهضم النيوترال فات الى فري فاتي اسيدز ومونوجليسرايدز. طب الكوليسترول، عندنا كوليسترول استريز. طب الفوسفوليبيد، البنكرياس فيه فوسفوليبيز ايه، يكسر الفوسفوليبيد الى فري فاتي اسيدز ولايسوفوسفوليبيدز. ايه العظمه دي؟ طب تعالى بقى البروتوليتيك انزيمز. خد بالك البروتوليتيك انزيمز، احنا عشان نهضم بروتين، تعالى افهمك حاجه الاول، ركز معايا في الرسمه اللي على الجنب دي عشان ما نضيعش وقت في الرسمه. اي بروتين، الرسمه اللي هي دي، عباره عن مجموعه امينو اسيدز ماسكه ببعض اهي. فالاول اعتبرها زي حجر كبير. الاول نكسر الحجر الكبير ده لحجرين اصغر. يعني اول انزيم هيشتغل على البروتين بيشتغل جوه، يفلق البروتين الى قسمين فيسموه اندو، اندو اللي مشتغل جوه بيبتايديز. بعد كده كل جزء بقى اتقسم، نكسر الامينو اسيد عند الحرف الواحد تلو الاخر تلو الاخر، يبقى اكزو بيبتايديز. يبقى هضم البروتينات يا اولاد يحتاج الى نوعين من الانزيمز. تبتدي بمين؟ الحجر الكبير تفلقه من جوه في النص يبقى اندو بيبتايديز، وبعدين كل حته صغيره تطلع امينو اسيد من الطرف الواحد تلو الاخر تلو الاخر يبقى اكزو بيبتايديز. طب هل البنكرياس عنده مجموعه كده؟ اه طبعا، عنده التريبسين والكايموتريبسين، دول اندو بيبتايديز اهو، الاثنين دول اهم اندو بيبتايديز، اندو اهي. وعنده كاربوكسي بولي بيبتايديز، ده اكزو بيبتايديز. بس خد بالك بقى بمليون جنيه الكلمه اللي جايه دي، البروتيوليتيك انزيمز طول عمرها طول عمرها زي البيبسين كان موجود في صوره انكتيف اسمها بيبسينوجين. فالبروتيوليتيك انزيمز موجوده في صوره انكتيف. ليه؟ لانها لو اكتيف، تخيل البروتيوليتيك انزيم بيهضم بروتين موجود جوه خليه اكتيف، يبقى هيهضم الخليه اللي هو فيها. فعشان كده التريبسين موجود في صوره اسمها تريبسينوجين اللي هو يعمل جينيسيس اوف تريبسين، والكايموتريبسين موجود في صوره اسمها كايموتريبسينوجين. ليه سموها جين؟ علمتها لكم جين، عشان هيعمل جينيسيس يعني توليد تخليق للكايموتريبسين. والكربوكسي بولي بيبتايديز موجود في صوره انكتيف اسمها برو يعني قبل، برو كاربوكسي بيبتايديز. يبقى البنكرياس التلات انزيمات دول موجودين اوريدي فيه في صوره انكتيف، التريبسين في صوره تريبسينوجين، والكايموتريبسين في صوره كايموتريبسينوجين، ودول اندو بيبتايديز، والكاربوكسي بولي بيبتايديز في صوره برو كاربوكسي بولي بيبتايديز، وده اكزو بيبتايديز. طيب حضرتك عاوز تعمل لهم اكتيفيشن فين؟ فكر معايا، عاوز اعمل لهم اكتيفيشن فين؟ الهضم بيتم في الانتستين. لما يطلعوا من البنكرياتيك سيلز على وجه التحديد الاسينر سيلز ويوصلوا الانتستين، عاوزهم يبقوا اكتيفيتد. بس شوف العظمه، عشان كده ربنا خلى في الديودينام، هم البنكرياتيك سكريشن بتطلع بنكرياتيك داكت بتصب في الديودينام، مستنيهم هناك انزيم هينشطهم اسمه
انتيرو كاينيز او انتيرو بيبتايديز. انتيرو يعني بتاع الانتستين، انتيرو يعني انتستين، وكاينيز يعني محرك هنشطه. وانا بقولها حتى بطريقه فيها مزاح كده عشان تفتكروها. الانتيرو كاينيز قال لهم انا مش عاوز اضيع وقت. قالوا له يعني ايه التلات انزيمات؟ قال لهم قولوا لي مين الزعيم بتاعكم؟ قالوا له التريبسينوجين. قال لهم بس انا هحول التريبسينوجين الى تريبسين. انا هشتغل الانتيرو كاينيز بتاع الانتستين، انا هنشط لكم التريبسينوجين لتريبسين، وهو ينشط الباقي. فالتريبسين بينشط بقيه التريبسينوجين لتريبسين اوتو اكتيفيشن، وينشط الكايموتريبسينوجين الى كايموتريبسين، والبروكربوكسي بولي بيبتايديز الى كربوكسي بولي بيبتايديز. يبقى هما موجودين في البنكرياس في صوره ان اكتف. ليه؟ عشان ما يهضموش البنكرياتيك سيلز الاسنس سيلز. وانت قلت بذكائك هننشطهم فين؟ الهضم بيتم في الانتست، لما ينزلوا الانتستين، لما يوصلوا الديودينم نبقى ننشطهم. فهناك في انزيم كده مستنيهم في الانتستين لتنشيطهم، اسمه انتيرو عشان في الانتستين كاينيز، لانه هيحركهم يخليهم نشيطين، او انتيرو بيبتايديز. وقلنا ده باشا قال لهم انا نشط واحد بس وهو ينشط الباقي، فهو بينشط التريبسينوجين الى تريبسين الزعيم، والزعيم التريبسين ينشط بقيه التريبسينوجين لتريبسين اوتو اكتيفيشن، وينشط الكايموتريبسينوجين الى كايموتريبسين، والبرو كاربوكسي بولي بيبتايديز الى كاربوكسي بولي بيبتايديز. ومن العظمه الالهيه يا اولاد، عشان البنكرياس ما يهضمش نفسه، اول حاجه عملها ربنا ايه؟ انتوا قلتوا له هالي ان الانزيمات موجوده في صوره ان اكتف اهي. لا ده في حاجه تانيه، وحط ربنا معاهم في البنكرياس كده تريبسين انهيبيتور، عشان هو عارف الزعيم بتاعهم اللي ممكن ينشطهم مين؟ التريبسينوجين. لو تحول اي قدر منه تريبسين هينشط المجموعه كامله. فقاعد معاهم في البنكرياس واحد كده ماسك لهم عصايا، اوعى حد منكم يا غدر يتنشط في البنكرياس ويهضم لنا البنكرياس، دي حاله مميته. الاكيوب بنكرياتايتس دي نسبه الوفاه فيه عاليه جدا لو حصل تنشيط الانزيم والبنكرياس هضم نفسه. فمعاهم في البنكرياس تريبسين انهيبيتور، لكن هيتنشطوا فين؟ في الديودينم بوست انتيرو كاينيز. نكمل بقى المجموعه، مجموعه منتقاه. ده مش بس في اندو اكزو بيبتايديزس، ده في دي اوكسي رايبو نيوكليز لهضم الدي ان اي، دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد، ورايبو نيوكليز لهضم الار ان اي، مجموعه منتقاه. تعال بقى اشوف ليه القصه الرهيبه اللي قلناها دي، لان لو حصل ان الانزيمات دي اتنشطت وابتدت تدستروي البنكرياس وحصل اكيوت بنكرياتايتس، الحاله دي ليثل يعني مميته. على ايامنا ما اعرفش دلوقتي العلاج اتحسن ولا لا، كان لو واحد جاله اكيوت بنكرياتايتس نسبه الوفاه 50% يعني 1 تو 1، يمكن تحسن دلوقتي شويه. طب افرض الشخص ده عاش، يبقى يعيش طول عمره عنده بنكرياتيك انسفيشنسي، يبقى اللايف لونج بنكرياتيك انسفيشنسي. وانت فاهم البنكرياس ده اهم غده للهضم، خلاص، لدرجه برضه كونجينيتال ديفيشنسي اوف بنكرياتيك انزيمز الاندوبيبتايديزس بتدي بنكرياتيك مال نيوتريشن، يعني مش عارف استفاد بالبروتين ان ما عنديش اندو بيبتايديز. فلا تنسى ان اهم مجموعه انزيمات في الجي اي تي، اهم غده في الجي اي تي هي البنكرياس، مره اخرى اهي كان كومبليت دايجيشن فروم اي تو زد، في للستارش بنكرياتيك اميليز، للنيوترال فات ثلاثه، بنكرياتيك لايبيز، كوليسترول استريز، فوسفولايبيز اي، وللبروتين عندنا اكزو اندوبيبتايديز، وعندنا دي اوكسي رايبو نيوكليز ورايبو نيوكليز. وقلنا موجودين في صوره اكتف، عاوز تنشطهم في الانتستين، فمستنيهم في الانتستين انتيرو كاينيز، بس بيتعامل مع الزعيم بس اللي هو التريبسينوجين، احوله لتريبسين، والتريبسين يحول بقيه التريبسينوجين لتريبسين اوتو اكتيفيشن وينشط الباقي. ومعاهم واحد وقف لهم بالعصايه في البنكرياس لحد فيهم يتنشط، فين الزعيم بتاعكم اللي ممكن ينشطكم؟ التريبسين. فمعاهم تريبسين انهيبيتور.
ده كان غده البنكرياس يا اولاد. مش هعيد واسيب انتوا تعيدوا بقى عشان تبقى الاستفاده جامده. ندخل على الليفر. الليفر والبيلياري سيستم. الكبد يا ولاد، في كيف تربح المليون؟ بيسألك سؤال جميل، مين اللارجست جلاند ان ذا بودي؟ أكبر غدة في الجسم. الليفر. الليفر يعتبر غدة. هو أكبر غدة في الجسم. ده سؤال طريف بيعرفه ناس مش أطباء يا ولاد. فعيب إحنا كأطباء ما نعرفوش. الليفر ده هو أكبر غدة في الجسم. ذا لارجست جلاند ان ذا بودي. طب ايه الوظيفة الاساسية للليفر في الجي اي تي؟ انه بيشتغل كمرشح فلتر. البلاد اللي جاي من الجي اي تي جاي فيه حاجات كتيرة جدا. في اكل نيد تو بي ميتابولايز، ما اقدرش نرميه على البلاد على طول، وفي بكتيريا، فهو بيرشح البلاد اللي جاي من الجي اي تي قبل ما يدخل الريست اوف بلاد. يبقى فلتر بتوين بلاد اوف جاسترو انسان تراك اند ريست اوف بلاد. طيب نيجي فانكشنز اوف ليفر. بصوا يا ولاد، السؤال ده عمره ما يجي. واحد يقول لي ليه ده شكله حلو جدا وانت هتقول فيه كلام مهم. يا اولاد عمره ما يجي. عشان كده انا كتبت البرنسبل فانكشنز. ليه؟ لانك افهم، لو انا فعلا عاوزك تجاوب سؤال الفانكشنز اوف ليفر لازم تكتب لي ثلاث ارباع كتاب البايوكيمستري. لان معظم التفاعلات الكيميائيه في الجسم تحدث في الليفر. فعشان اجاوب اجابه كامله للفانكشنز اوف ليفر لازم اكتب تلات ارباع كتاب الباكيرس. عشان كده ما بيجيش. فعشان كده حتى انا كتبت جمله من عندي، طبعا خدتها من تكست بوكس، برنسبل فانكشنز، يعني دي العناوين الاساسيه. ايه وظائف الليفر العامه كده، كلام عام، لكن كل وظيفه عشان تشرحها عاوزه صفحات. عشان كده ما بيجيش. في تلات وظائف اساسيه للليفر. الوظيفة الأولى إنه vascular functions. دي أول وظيفة. إنه في حاجتين في الـ vascular functions. إن الليفر بيستور 200 ل 400 مللترز أوف بلاد. يبقى storage function. 200 ل 400 مللترز أوف بلاد. تاني وظيفة إنه هو immunity function في البلاد. ايه بقى الاميونيتي فانكشن في البلاد دي يا اولاد؟ انه في الليفر ماكروفاجس نون سبيسيفيك اللي هو اسمها كوبفر سيلز، نخلايا نحاسيه زي ما قلنا. كوبفر جاي من كلمه كبر اللي بتلمع. دي بتريموف 99% من البكتيريا من البورتال بلاد. ادي اول وظيفه من الثلاثه، فاسكولار فانكشن فيها كلمتين. الليفر بيستور 200 ل 400 سنتي بلاد، وفي الاميونيتي عنده نون سبيسيفيك اميونيتي سيلز اللي هم الماكروفاج. الليفر ماكروفاج اسمها كوبفر سيلز بتريموف. تخيل الاكل ده في بكتيريا كتير، والانتست مليانه بكتيريا، 99% من البكتيريا اللي جايه في البورتال بلاد. نيجي بقى الميتابوليك فانكشن نمره 2 اللي هي بقول لك ثلاث ارباع كتاب البايوكيمستري. دي لوحدها تاني وظيفه، ست وظائف. هنتكلم كربوهيدرات فات بروتين فيتامينز ومينرالز، مش دي الحاجات اللي بناكلها؟ يبقى دي خمسة، زائد نمرة ستة ديتوكسيفيكيشن اند سكريشن ان بايل. كربوهيدرات، ارجع الاندوكراين، الليفر مع الهرمونز كان بيظبط نسبة الجلوكوز في الدم، جلوكوستاتيك ميكانيزم. قلتها بالتفصيل في الاندوكراين. لما تاكل بياخد الجلوكوز اللي انت اكلته يحوله إلى ليفر جلايكوجين ويحوله إلى ليبت. طب ولما تجوع ازاي بيظبط الجلوكوز اللي في الدم؟ بيدي جلوكوز للدم بعمليتين، بالجلايكوجينوليسيس والجلوكونيجينس. ده في عجاله، يعني انا بوريك ان الجلوكوستاتيك فانكشن دي كانت سؤال في الاندوكراين. دور الليفر في ضبط المستوى بتاع الجلوكوز في الدم. لما تاكل بيمنع انه يزيد، بيحوله لجلايكوجين وليبيد. ولما تصوم بيمنع انهياره في الدم بالجلايكوجينوليسيس والجلوكونيجينس. طب نيجي في الفات. بيعمل اتي، بيعمل اوكسيديشن الفاتي اسيد، ويحول الاكسس كربوهيدرات وبروتين اللي انت ما انتش عاوزهم الى فات. اي اكل تاخده زياده
عن احتياجك سواء كربوهيدرات او بروتين بيحوله الى فات. وبعدين بيفورم بقى الاتي، بيعمل الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين واللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هما بنسميهم الباد كوليسترول. عشان كده طول عمر اقول عاوزين الواطي واطي، احنا عاوزين اللو يبقى لو، الجود كوليسترول اللي هو الهاي دنسيتي ده عاوزينه عالي. كنا قلناه في اوانيه 70-80% من الكوليسترول بيتعملوا في الليفر. النقطه دي انا عاوز اقف عندها، هتهمنا اكتر من موضوع امتحان فيسيولوجي. طبعا مرض العصر يا اولاد، ثلث الناس في عالمنا هذا بيموتوا من هارت اتاك، يعني يحصل هارت اتاك مايكارد انفاكشن، يموت حته كبيره في القلب فالقلب يقف والشخص يتوفى. الله ده غير اللي بيجي لهم ستروك في المخ اللي يجي له شال نصفي وحاجات زي كده ممكن يتوفاه الله برضه. الامراض دي بتاعت الاوعيه الدمويه مرتبطه بايه يا اولاد؟ مرتبطه بتصلب الشرايين الاثيروسكلروز اللي هو مرتبط بمين؟ بالكوليسترول. الكوليسترول 70-80% منه بيتعملوا في الليفر. ايه اهميه المعلومه دي؟ لما بيجي لي واحد معرفه ويقول لي عندي الكوليسترول عالي، الدكتور قال لي هظبطه عن طريق الاكل، لا، الاكل يساهم لكن ما يظبطش الكوليسترول. لان معظم الكوليسترول اللي في الدم مش جاي من الاكل، جاي من الليفر. يبقى لازم تاخد ادويه توطي الكوليسترول، يسموها ستيتنز، اللي هي من الادويه القليله التي، اسمع الجمله دي، تطيل العمر، بتزود اللايف اكسبكتنسي. فكل يعني شخص معرفه يجيني ويقول لي الكوليسترول مش مظبوط عندي وبيقولوا لي هظبط اكلي، اقول له ما ينفعش. ليه؟ لان اقول له معظم الكوليسترول 70-80% مش في الاكل، بيتعمل بالليفر، فلازم تاخد ادويه تثبط الانزيمات في الليفر اللي بتعمل الكوليسترول، اذروايز هيجي لك اثيروسكلوزس وهتاثر في اللايف اكسبكتنسي بتاعتك. تالت حاجة بتتعمل في الفات الفوسفوليبيدز. طب نيجي البروتين. البروتين بيعمل ايه؟ دي امينيشن وامينو اسيدز. وبعدين يفورم الفورميشن ل 90% من البلازما بروتين. بيتعملوا في الليفر. ليه بنقول 90%؟ لأن قلنا جزء من الجاما جلوبولينز اللي هو الانتي بوديز بيتعملوا في البلازما سيلز اللي بره الليفر. يعني بتعملوا في البلازما سيلز بتاعت الليفر وبلازما سيلز بره، عشان كده قلنا 90% من بلازما بروتين، مش كل البلازما بروتين. الجاما جلوبولينز جزء منها بيتعمل بره. تمام؟ طيب بيعمل اليوريا والنون اسينشال امينو اسيدز. طبعا نون اسينشال لان الاسينشال امينو اسيد ما بيتعملوش في الجسم، فهو مش عاوز عبط. النون اسينشال امينو اسيدز. طب نيجي في الفيتامينز. يبقى اتكلمنا كربوهيدرات فات بروتين فيتامينز. بيستور ثلاثة فيتامينز مهمة جدا. احفظها بطريقة سهلة. بدل ما تقول A B C فوت C قول A B D. بيستور فيتامين A و B 12 و D. طب نيجي للمينرالز. هو الليفر لونه ايه يا ولاد؟ لونه احمر. ليه؟ لانه بيختزن فيه الحديد، ستورج اوف ايرون. قلت اي حاجه في جسمك فيها حديد لونها احمر. هو البلد ليه لونه احمر؟ عشان الهيموجلوبين 70% من الحديد موجود في الهيموجلوبين في الدم، عشان كده الدم احمر. العضلات ليه لونها احمر؟ عشان في حديد في الميوجلوبين. الليفر ليه احمر؟ عشان بنستور الحديد في الليفر. وكنا حتى قلناها والاهلي حديد لونه احمر الفانيلا بتاعته في مزاح يعني. فبيستور الاير مع بروتين اسمه ابو فيريتين مع الايرن يدي فيريتين. انتوا بتغلطوا، مش عارف ليه تقولوا ايرن مع فيريتين يدي ابو فيريتين. لا، انا بقولها برضو في مزاح، ابو الفيريتين هو اللي بيدي الفيريتين. ابو الفيريتين مع الايرن يتجوز الايرن يكلفه الفيريتين، عشان ما تلخبطهاش. يبقى ابو فيريتين مع الايرن يدوا فيريتين. الوظيفه السادسه، يبقى أول خمسة هتفتكرهم إزاي؟ الخمس عناصر اللي في الأكل: كربوهيدرات، فات، بروتين، مينرالز، فيتامينز. أدي إزاي تفتكرهم ميتابوليك فانكشن الخمس، وتحط عليهم نمرة ستة ديتوكسيفيكيشن أند سكريشن إن بايل. لمين؟
ذا دراجز، ادويه كتيره جدا بتتكسر في الكبد. وعليه انت كطبيب شاطر، لو دواء بيتم الان اكتيفيشن بتاعه في الكبد، يبقى لما يبقى العيان الكبد بتاعه تعبان، يا اما تتفادى هذا الدواء تماما او تقلل الجرعه منه، لان الكبد مش هتعرف تشيله. التوكسينز، كل التوكسينز بناخدها اولاد بيحصل لها ديتوكسيفيكيشن، ازاله لسمياتها في الكبد. وهنا بحب احكي لكم قصه صغيره. ارخص سندوتشات في بلادنا هي سندوتشات الكبده. عارف ليه؟ لانه في يوروب وفي امريكا وفي العالم الغربي عموما عارفين كويس قوي ان الكبد ده بيعمل ازاله لسميه التوكسين، بيجمع كل التوكسين في الجسم ويشيل السميه بتاعتها. يعني هو مصنع السموم. لما انت بتسلطر الانيمال، تذبح الانيمال، بيبقى الليبر لم توكسينز والانيمال مات، ما لحقش يعمل لها ديتوكسيفيكيشن، ازاله للسميه. فعشان كده حضرتك لما تاكل الكبده بتاع الانيمال المذبوح ده، انت بتاكل كبده فيها السموم اللي بسبب موت الانيمال، بسبب انه اتذبح ما تخلصش منه. فهم عارفين تاكل كبده ان تاكل سموم، فعشان كده ما بياكلوهاش هم، يصدروها لنا احنا بقى بسعر رخيص، وانت مبسوط قوي قوي ان ساندوتش الكبده بسعر رخيص وعمال تديها كبده وانت بتاكل سموم سموم. هرمونز كتيره بيحصل لها ان اكتيفيشن في الكبد، خصوصا الاستيرويدز ده. وبعدين سكريشن الكالسيوم بيبقى سكريتد جزء منه في البايل، يبقى ده الميتابوليك فانكشن. وظيفه ثانيه، يبقى اول وظيفه الفاسكولار فانكشن كانت ستورج اميونيتي، اثنين. تاني وظيفة من التلاتة الميتابوليك فانكشنز كانت ستة، الخمس حاجات اللي بتاكلهم كربوهيدرات فات بروتين وفيتامينز ومينرالز، زائد أهم وظيفة بقى اوعى تنساها، اوعى تنساها، ده أنا حكيت عنها قصص، الدراجز والتوكسينز والهرمونز، ديتوكسيفيكيشن اند سكريشن ان باي. طيب أنا في زميل فاضل بيكاتب لي إن إحنا يعني سنة تانية فين؟ يا جماعة الدايجيشن ده في معظم جامعاتنا العربية هو في سنة تانية أساسا، يعني المحاضرة دي أساسا لطلبة السنة الثانية. طيب فيعني للإيضاح يمكن هم خدوها في أولى بقى، اتس نوت ماي فولت يا ولاد. يبقى أنا هقول كل حاجة بإذن الله في أوانيها. روم واز نوت بيلت أون وان داي، لم تبنى روما في يوم واحد. كل حاجة بإذن الله، بس الأهم في الأقل أهمية. ثالث وآخر وظيفة هي دي بقى موضوعنا يا ولاد، secretory and excretory function. الليفر بيطلع افراز واخراج. secretory يعني افراز مفيد اللي هو البايل سولتس، واكسكريشن يعني اخراج غير مفيد ضار اللي هو البايل بيجمنتس. مش الليفر دي ايه العصاره بتاعت الليفر اسمها يا اولاد؟ اسمها بايل، عصاره المراريه. جزء منها مفيد اللي هو الاملاح الصفراويه لانها مهمه للدايجيشن والابزوربشن فات، ده البايل سولتس. فدي سكريشن افراز مفيد، سكريشن يعني حاجه مفيده، انما اكسكريشن، اكسكريشن يعني اخراج حاجه مش مفيده اللي هي البايل بيجمنتس. دي الوظيفه الثالثه، ان سكريتوري اند اكسكريتوري فانكشن بيطلع البايل اللي هو بايل سولتس وبايل بيجمنتس. طيب مش هنعيد برضو يا اولاد، امتى تبقى تعيد عشان خاطر عاوز اديكم كميات معتبره. انا هشرح النهارده البايل سولتس فقط، وهسيب البايل بيجمنتس والموضوع الاهم المحاضره ما قبل الاخيره في الدايجيشن، وهي المحاضره القادمه باذن الله. البايل اولاد، البايل 500 ملليلتر بير داي، يعني نص لتر في اليوم. البايل ده عبارة عن بايل سولتس اللي هو افراز مفيد، وبايل بيجمنتس اخراج غير مفيد، ودول ديزولفد يعني دايبين في الكالاين الكترولايت سوليوشن. بقول ده ليه الكالاين؟ ما هو البنكرياس ده بالظبط على فكره الكالاين الكترولايت سوليوشن بتاع الليفر زي بتاع البنكرياس، ده سيم اس بنكرياس. وظيفتهم ايه؟ الليفر بتصب العصاره بتاعتها في الديودينام، والبنكرياس في الديودينام، الاثنين ليه الكالاين عشان يعادل
يعادل المصيبه اللي هو الاتس ال اللي جاي من المعده. كان لطيف في المعده انه كان بيسترلايز الفود، كان بيعقم الاكل، كان مرغوب في المعده وقلنا وظايفه في المعده، لكن لو دخل انتستين هيمنع الدايجيشن لانه وعليه الابزوربشن، لان قلت معظم الانزيمات بتشتغل في الكلامينيا. عشان كده مستنيه البنكرياس بيصب عصارته في الديودينم، والليفر بيصب عصارته في الديودينم برضه، فهما الاثنين الكلاين الكترولايت سوليوشن. تفتكر ولا تنسى، ما بزهقش بقول الوسط في الديودينم ايه يا اولاد؟ سؤال ام اس كيو، اسيدك. عشان كده امتصاص الكالسيوم والحديد اللي هم لازم يبقوا دايبين في وسط حامضي بيتم في الديودينم هما الاثنين. امتى بيبقى نيوترال او الكلاين؟ في الجيجنم. تاني حته. طيب النهارده موضوعنا البايل سولتس، تعال بقى نشوف شويه نقاط بايل كيمستري بس مضطر اقولها وفي عجاله. بايل سولتس، ايه هي البايل سولتس؟ عباره عن صوديوم وبوتاسيوم سولتس اوف بايل اسيدز. ادي المعلومه الاولى، يبقى في بايل اسيدز لما يتحدوا مع الصوديوم او البوتاسيوم نسميهم بايل سولتس. كانت هذه المعلومه الاولى. اول يعني ايه؟ يعني البايل سولتس او البايل اسيدز كلهم كونجيوجيتد، يعني متحدين في الليفر مع جلايسين امينو اسيد او تورين. التورين ده ديريفاتيف اوف سيستين امينو اسيد. يبقى كلهم البايل سولتس او البايل اسيدز، قلنا السولتس هم الاسيد متحده مع صوديوم بوتاسيوم. السولتس والاسيد بيبقوا كونجوجيتد مع جلايسين او تورين اللي هو ديريفاتيف اوف سيستين. دي المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه، البايل سولتس ار فورمد فروم كوليسترول. اظن فهمت ليه الليفر بتعمل 70-80% من الكوليسترول. الكوليسترول ده مش ماده سيئه السمعه فقط بتعمل اثيروسكلروزيس، لا، ماده مفيده. كل الاستيرويدز، الاستيرويدز في جسمك، الاستيرويد هرمونز، وادي البايل اسيدز اهي معموله من الكوليسترول. طيب يبقى قلنا دي ثالث معلومه. البايل اسيدز، في ثالث معلومه، دول فور تايبس اوف بايل اسيدز ان هيومن. في الهيومن بينجز اربع انواع بس من البايل اسيدز. التو برينسيبال اور برايمري بايل اسيدز فورمد ان ذا ليفر. يبقى اول اثنين اللي هم البرايمري اللي هم البرنسبل بيتعملوا في الليفر. لما ينزلوا من الليفر للانتستين، سمول انتستين، وبعدين يمشي شويه يروحوا للقولون اللي هو اللارج انتستين، بفعل البكتيريا بتحول التو برايمري بايل اسيدز دول لكمان اثنين تانيين، تو سكند بايل اسيدز فورم ان ذا كولون باي بكتيريا. تعال نشوف اساميهم بقى. الاثنين الاساسيين اللي اتعملوا في الليفر اللي هم الكوليك اسيد وتشينودوكسي كوليك اسيد، دول اتعملوا في الليفر. دول الاثنين الاساسيين، دول التو برينسيبل، دول التو برايمري. لما يوصلوا القولون بالبكتيريا هيتحول الاولاني الى دي اوكسي كوليك اسيد، والثاني يتحول الى لايثو كوليك اسيد. يبقى دي اوكسي اند لايثو، دي اوكسي اند لايثو. عددهم كام اهو؟ بص قصادك قصادنا ولا لهم اتنين في الليفر اتحولوا بالبكتيريا في القولون الى اتنين تانيين. يبقى عندك اتنين في الليفر بيتم تحويلهم لاتنين تانيين في القولون بفعل بكتيري، يبقى عددهم اربعه. بتوع الليفر هم دول الاساسيين فيسموهم التو برنسبل او برايمري، دول يسموهم السكندري. المعلومه الرابعه، بايل سولتس اهي، شوف بعد معاك النقط اهي. بايل سولتس ار امفيباثيك. وعلمتك يعني ايه امفيباثيك؟ يعني لما يبقى الجزيء في جزء بيدوب في الميه هيدروفيليك بيحب الميه، وجزء هيدروفوبيك ما بيحبش الميه، يسموه امفيباثيك. يبقى هافينج هيدروفيليك اند هيدروفوبيك دومينز، دومين يعني بورشن. اوعى تنسى، يبقى اي جزء في جزء يحب الميه وجزء ما يحبش الميه، التعبير اسمه انفيباثيك. قلتها لكم في سنه اولى مزاح لما يقول لك بماذا يتميز البايل زي ما قلنا سولتس بانها انفيباثيك. ان افتكر حاجه في وش الممتحن انفيباثيك، يعني روح ماسك مناخيره كده وقول له اسمها انفيباثيك عشان ما تنساش.
حته هيدروفيلك وحته هيدروفوبيك ليها اسم في الطب بيسموها ايه؟ امفيباثيك، عشان ما تنساش. طالب ساعات بيقول لي بننسى بس بنفتكر انت حكيتها ازاي. الامفيباثيك يبقى البايل سولز امفيباثيك، يعني فيها حته هيدروفيلك وحته هيدروفوبيك. بتعمل سيلندريكال ديسكس كولد مايسيلز، اهي يعني حاجه زي الاسطوانه، شايف الاسطوانه دي، يسموها مايسيلز. يبقى البايل سولز اهي بتعمل حاجه اسمها مايسيلز. مايسيلز يا اولاد، لان طبعا هي شكلها زي الاسطوانه، بس لو بصيت تحت الميكروسكوب هتلاقي الاسطوانات دي عامله زي خطوط صغيره زي الخطوط اللي انت شايفها دي. فكلمه مايسيلز للزملاء الاصغر سنا معناها سمول تيلز، يعني اذيال قصيره، اذيال قصيره، سمول تيلز. ايه الفكره؟ تعال افهمك. انا علمتكم حاجه جميله قوي في الطب يا اولاد في الجي اي تي، عشان حاجه تمتص من الجهاز الهضمي لازم تبقى سوليبل ان ووتر. سوليبل يبقى ابزوربابل، انسوليبل تبقى نوت ابزوربابل. قاعده مهمه جدا، عمرك ما تمتص حاجه من الجهاز الهضمي اذا كانت دايبه. سوليبل يبقى ابزوربابل، انسوليبل يبقى نوت ابزوربابل. حتى الكالسيوم والحديد كنا عشان نمتصهم لازم ندوبهم. مين يدوب الكالسيوم والحديد؟ قلنا الحديد يدوب في هيدروكلوريك اسيد، عشان كده هما الاثنين لازم يدوبوا في الهيدروكلوريك اسيد اللي هو بيبقى لسه بخيره في الديودينام، عشان كده الكالسيوم والاير بيمتص من الديودينام. طب نحفظ مين يدوب الحديد؟ قلنا مين يدوب الكالسيوم؟ دوبه في ميه، لو حطيت عظمه في ميه تدوب، حطيت مسمار في ميه تدوب، في اسيد. طب في الحته اللي فيها الاسيد في الانتستين ديودينام لسه ما اتعديش الاسيدك، عشان كده الكالسيوم والاير بيمتص من الديودينام. قلت في ما بينهم كومبيتيشن، هنقولها مع الابزوربشن، اللي هم اثنين دايفيلنت يعني بيتصارعوا على نفس الكارير. قلناها حتى مع الاتس ال، قلتها لكم المحاضره الماضيه. طب دلوقتي انت الليبيد ما بتدوبش في الميه، ده حتى المثل بيقول الصداقة والمال لا يختلطان، كما ايه؟ كما الزيت والماء. يعني الزيت اللي هو ليبيد عمره ما يدوب في الماء. طيب فايه اللي بيحصل بقى؟ البايل سولز دي بتشتغل كفيهيكل، فيهيكل يعني مركبة. كل الليبيد اللي انت عاوز تمتصها تحطها جوه الاسطوانة دي، اللي هي الاسطوانة دي الجدار بتاعها معمول من البايل سولز، شكلها زي الاسطوانه زي اذيال قصيره فسموها مايسيل، تحط جواها كل الليبيد اللي عاوز تمتصه. الجزء الخارجي من البايل سولز هيدروفيلك بيدوب في الميه. فتقدر تاخد الفيهيكل دي المركبه دي الليبيد كلها موجوده جواها ومحوطها بالبايل سولز اللي هو الجزء الخارجي منها دايب في الميه، توديها لحد البوردر بتاع الانسان سيلز وهناك يتم امتصاصها. دي كانت الوسيله الوحيده لامتصاص الليبيد. يعني عارف قيس ليلى اما تقول لي فات عشان يمتص محتاجين بايل سولز، فهمت ليه؟ لان الفاتس لا تختلط مع الميه، ما بتدوبش الميه. المال والصداقه لا يختلطان، كما ايه؟ الزيت والماء. فانت عملت لهم اسطوانه الجدار بتاعها معمول من بايل سولز وحشيت جواها كل الليبيد، فاصل البايل سولز قلنا فيها حته منها هيدروفيلك بتحب المايه بتدوب في المايه، خدت المركبه دي من البايل سولز جواها كل الليبيد وديتها لحد الانسان سيلز البراش بوردر وهناك تم. هتفرج عاوز ناس فاهمه. يبقى اهو المايسيل الاسطوانه دي اهي، انت حاطط جواها كل الليبيدز اللي انت عاوزها ورايح بيها في المايه بتاعت الانتستين للبراش بوردر بتاعت الانتيروسايتس. انتيروسايتس يعني خلايا الانتس عشان تمتصها. حتى بعد كده معظم الفات بيمتص فين بقى يا اولاد؟ فاكرين في الليمف مش في البلاد فيسلز، ما تقلقش. 80% من الفات بيمتص في الليمف نوت ان بلاد فيسلز. فنكمل بقى. البايل سولتس قلنا انفيباثيك، يعني فيها حته هيدروفيلك وحته هيدروفوبيك. بتعمل اسطوانات سلندريكال ديسكس نسميها مايسيلز. طب الجزء في البايل سولز الهيدروفيليك هنخليه فيس اوت ناحيه الميه بره،
والجزء الهيدروفوبيك بورشن فيس ان لجوه، احنا عايزين الجزء الخارجي يبقى يدوب في الميه. فالليبيدز كولكت ان ماي سيلز، يعني اعتبر الماي سيلز دي الاسطوانه دي هي القارب، هي المركبه اللي هتحط جواها الليبيد وتعومها في الميه لحد الانسان سيلز. فالليبيدز كولكت ان ماي سيلز. الكوليسترول بتحطه في الهيدروفوبيك سنتر اهو، كوليسترول في السنتر اهو في الحته اللي هي ما بتدوبش ميه. طب والفوسفوليبيد والمونوجلسرايدز دول زي البايل سولتس امفيباثيك، يعني فيها الهيد بيدوب في الميه يبقى تحطه لبره. الهيدز بتاعه الفوسفوليبيد والمونوجلسرايدز ده هيدروفيليك تحطه اوتسايد، والتيل اللي هو هيدروفوبيك تحطه لجوه. والكوليسترول بقى لو ما بيدوبش خالص ده حطه في السنتر بتاع المايسيلز. ادي تركيب المايسيلز بس طريقه سهله مفهومه، وانا بحب الرسم قوي يا اولاد واحب الكلام المنظم ومش هعيد تاني. يبقى اتكلمت قلت انه البايل سولتس هي البايل اسيدز متحده مع الصوديوم والبوتاسيوم، جمله اولى. وبعدين البايل سولتس والبايل اسيدز كلهم كونجوجيتد مع جلايسين او تورين، تاني معلومه. وبعدين قلنا البايل اسيدز معموله من الكوليسترول وفور تايبس، تو برينسيبل او برايمري بيتعملوا في الليفر بالبكتيريا بيتحولوا لاثنين تانيين يبقى عددهم اربعه. طب البايل سولتس قلنا دي امفيباثيك، يعني ايه امفيباثيك؟ فيها حته هيدروفيليك وحته هيدروفوبيك، عامله اسطوانات اسمها مايسيلز، حاطين الحته اللي تدوب في الميه بره الهيدروفيليك والحته اللي ما بتدوبش في الميه جوه من البايل سولتس اللي هي اللون الاسود قوي دي، دي البايل سولتس اللي عامله الاسطوانه. اعتبر الحته السوداء دي قوي جزئين، الخط الداخلي بتاعها هيدروفوبيك، اللي بره ناحيه ميه ده هيدروفيليك. وبعدين حطيت جواها الليبيد اللي انت عاوز تمتصه، الكوليسترول في السنتر والفوسفوليبيد والمونوجلوسرايدز لبره، الهيد بتاعهم اللي بيدوب في الميه لبره والتيلز لجوه. وظيفتهم ايه بقى؟ اهي المايسيلز كيب الليبيد ان سوليوشن، يعني سوليبل ان ووتر، توديها البراش بوردر عشان تبقى ابزوربت. نيجي اللوحه الاخيره يا اولاد، او اسف ما قبل الاخيره، ما قبل الاخيره بس يعني ماشيين بمعدل كامل الحمد لله. ميكانيزم اوف بايل سولت سيكريشن، ده سؤال مهم جدا. ميكانيزم اوف بايل سولت سيكريشن، ده سؤال مهم جدا في النظري. دلوقتي السؤال يا اولاد، تفتكروا الليفر بتفرز العصاره المراريه اللي هي البايل امتى؟ طالب قال لي انا اتصور لما بناكل، قلت له اجابه خاطئه. الليفر بتفرز البايل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، يسموها انجلش 24/7، يعني لا تتوقف طوال اليوم عن إفراز البايل. طيب بس أنا مش محتاج هذا البايل عشان أدايجست الفات وأمتصه إلا لما آكل. عشان كده قسمنا السؤال زي السؤال بتاع الاستومك بطريقه يعني مختلفه قليلا بس نفس الفكره، قبل الاكل واثناء الاكل وبعد الاكل، وادي بكتب بعربياتنا لان ده هيساعدنا. وانا قبل ما اكل، قبل الاكل واثناء الاكل وبعد الاكل. اوعى تنساها، طريقه جميله جدا في تذكر الميكانيزم موبايل سولت سكيشن بطريقه منظمه جميله عاملها لك العبد الله. قبل الاكل، حضرتك ما بتاكلش، دلوقتي قاعد بتستمع ليا. طيب بس الليفر مستمره في افراز البايل. يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى البايل ده تخزنه في الجول بلادر. ازاي بقى؟ البايل فلوز انتو جول بلادر، هيتجه ناحيه الجول بلادر ناقص ار، مش مشكله. الميكانيزم سهله جدا اهو، بص البايل طالع من الليفر رايح ناحيه الانتستين، الكونتراكشن باور بتاع السفنكتر القدي اقوى من السكريتوري بريشر اوف ذا ليفر، يبقى البايل على طول السكريتوري بريشر اضعف من الانقباض بتاع السفنكتر دي، يبقى غصب عنه البايل باسز تو بي ستورد ان جول بلادر.
ده بتوين ميل. يبقى بتوين ميل الكونتراكشن بتاع السفينكتر القوضي اقوى من السكريتوري بريشر بتاع الليفر بايل. فالبايل رايح هنا لقى السفينكتر ماسك جامد جدا فرجع تاني تو بي ستورد ان جول بلادر. يبقى ان بتوين ميل دلوقتي حضرتك وحضرتك والعبد الله البايل اللي بيتدفق من ليفر 24 ساعه في 24 ساعه ده بيروح فين؟ بيروح جول بلادر تو بي ستورد. ازاي؟ لان الكونتراكشن بتاع السفينكتر اقوى من البريشر بتاع البايل سكريتوري بريشر فباسج تو بي ستورد ان جول بلادر. ده قبل الاكل. ثم حالة بقى حضرتك خلصت المحاضرة وقام تتعشى او تتغدى زي حسب التوقيت اللي عندك. وين فود ستيكن بقى كلت اكل بقى عاوزين بقى البايل اللي بنخزنه ده عاوزينه. فقال لك الشروع في اكل مش اكل. انت سمعتني غلط. الشروع في اكل اكل يعني مجرد السوالون بدأت تبلع ده بريلاكس السفينكتر القوضي. فالبايل الجديد بقى اللي جاي احنا عاوزينه بقى احنا شرعنا في اكل ما يروحش الجول بلادر يتدفق ناحيه انتستين. لما الاكل يوصل انتستين بعد شويه ده بقى يبقى عاوز كميات ضخمه من البايل يطلع من الانتستين الكوليسيستوكاينين اللي هو من اسمه كوليسيستوكاينين يعمل ايفاكيويشن للجول بلادر. يبقى في اثناء الاكل نقطتين الشروع في اكل مجرد بدات تبلع اللي شوف الروعه اللي سفينكتر ريلاكسد عشان اي بايل جديد جاي ما فيش داعي يروح يختزن بقى ركلت هبتدي اكل اهو يتدفق الانتستين. طب بس الكميه اللي مختزنها الكميه الكبيره دي ما تخافش ما تخافش لما الاكل يوصل هيطلع السي سي كي في الدم يروح للجول بلادر يعمل لها ايفاكيويشن. طب نيجي افتر ميل في واحد من اعظم عمليات الريسايكلينج في الجسم انه بعد ما البايل سولتس عمل لك دايجيشن وابزوربشن للفات حضرتك هذا البايل سولتس بعد ما خلص شغله من اخر حته في السمول انتستين اللي هي تيرمينال إليم مش إليم تيرمينال إليم يمتص من التيرمينال إليم ويرجع تاني للليفر. يبقى خدناه من الليفر الانتستين عمل المهمة بتاعته عمل دايجيشن ابزوربشن فات خلص المهمة البايل سولتس اللي جاي من الليفر ساعدك في هضم وامتصاص الفات. طب بعد ما ساعدك ما ترموهوش بقى في الاسطول ترجعه تاني للليفر. يبقى في سيركوليشن ما بين الليفر والانتستين فيسموه اسم جميل جدا بص اهو انتيرو يعني انتستين هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولتس. يبقى بعد الميل البايل سولتس اللي في الانتستين بيتم عودتهم تاني ليفر فعمليه ري سايكلينج ما بنرمهمش فيسموها انتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولتس. شوف العظمه الانتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولتس دي بتستعيد كام في الميه من البايل سولتس؟ 90 ل 95% ار ابزوربي. منين؟ من اخر حته في الانتست تيرمينال إليم. سؤال مش مهم جدا هتفهم بعد شويه ليه. طب ازاي بيمتصوا؟ قال لك بطريقتين معظمهم بسكندري اكتيف ري ابزوربشن. سكندري اكتيف يعني الطاقه مدفوعه في الصوديوم وهم يتاخدوا على حساب الصوديوم. سكندري اكتيف ري ابزوربشن ويز صوديوم الباور باورد باي الصوديوم بوتاسيوم كاونتر اكتشينج. يبقى العمليه دي powered ناقص ار اي powered by صوديوم بوتاسيوم كاونتر اكتشينج. طيب معلش نصلحها بقى كده عشان ايه يعني نبقى هنا كان ناقص ار وهنا نقول powered by نشيل الزياده صوديوم بوتاسيوم كاونتر اكتشينج اهي بقى زي الفل اهي وده. يبقى معظمهم هنرجعهم secondary active reabsorption with sodium الطاقة جاية منين؟ من عملية الصوديوم بوتاسيوم counter exchange. طب some بقى mostly secondary active reabsorption some بيرجعوا بالديفيوجن يعني مش عاوزة طاقة بقى مش secondary active
صحيح ساكن اكتيف عاوزه طاقه، بس الطاقه مدفوعه في الصوديوم، بس عاوزه طاقه في الصوديوم، هنا مش عاوزه طاقه، يسموها نون ايونيك ديفيوجن، ده صام. طيب يبقى احنا رجعنا كام؟ 90 لـ95%. الـ5 لـ10% اللي ما رجعناهمش من التيرمينال إليام، يبقى سابوا التيرمينال إليام ودخلوا الكولون، وهناك قلنا هيتحولوا للسكندري بايل سولتس في الكولون بالبكتيريا اللي هم فاكرين اساميهم، دي اوكسيكوليك ولايثوكوليك، دي اوكسيكوليك اسيد ولايثوكوليك اسيد. طيب الدي اوكسيكوليك اسيد ده كله هيبقى ري ابزورب بس في الكولون بقى مش في التيرمينال إليام، يعني التيرمينال إليام رجعت لي 90 لـ95% من الكميه. طب ستيل فاضل 5 لـ10 دول دخلوا الكولون ما رجعوش من التيرمينال إليام، لو كانوا دي اوكسيكوليك كلهم هيبقوا ري ابزورب، لايثوكوليك 1% بس ري ابزورب، ونفقد 99% من مين؟ من اللايثوكوليك، يعني كميه صغيره جدا. دول يعادلوا قد ايه بقى؟ يعادلوا من لو اعتبرنا ان الليفر بتطلع في اليوم 3.5 جرام، فدول يعادلوا حاجة تافهة قوي قوي، 2.2 لـ4.1 جرام بير دي، هم دول اللي مطالب ان الليفر تعمل غيرهم. تخيل بقى لو كنا فقدنا 3.5 كاملين، كانت الليفر لازم كل يوم تعمل 3.5 جرام بايل سولتس، لا هي بتعمل بس اللي فقد، اللي هو منين؟ من اللايثوكوليك، يعني دي اوكسيكوليك معظمه بنمتصه، اللايثوكوليك معظمه بنفقده، 29% بنفقده، يعادل قد ايه ده؟ 2.4 جرام بير دي. فالليفر مطالبه انها تعمل دول بس. وعليه نكمل، يبقى التوتال بايل سولتس اللي بتعمله الليفر في اليوم 3.5 جرام بير دي، معظمهم بيرجعوا بالري سايكل بالانتيريو هيباتيك سيركوليشن، وجزء قليل بيمتص في القولون وجزء يفقد. عارف الانتيريو هيباتيك سيركوليشن دي بتحصل كم مره؟ مرتين في الاكله الواحده، يعني في كل وجبه مرتين. طب يبقى في اليوم كم مره؟ لو حضرتك بتاكل حوالي 3 وجبات يبقى 6 مرات في اليوم، 6 لـ8 تايمز بير دي. تعال بقى خد التطبيق الاكلينيكي. لو عيان عملنا له جال ورم خبيث في التيرمينال إليام وعملنا ريسكشن التيرمينال إليام، او جاله ديزيز في التيرمينال إليام، يبقى الانتيرو هيباتيك سيركوليشن اللي بترجع كام؟ 90 لـ95%، مش هيرجعوا، ما انت شلت التيرمينال إليام او عيان. اوعى تفتكر الليفر في الحاله دي هتقدر تعمل كل يوم 3.5 جرام، انت 3.5 جرام محتاجهم في اليوم، دول معظمهم ريسايكلت، الليفر بتعمل بس في اليوم 2.4 من 10. لو التيرمينال إليام باظ او انت شلته يبقى مفيش الكلام ده، يبقى مفيش بايل سولتس، مفيش بايل سولتس، يا نهار اسود، يبقى مفيش امتصاص للفات، يبقى الفات هينزل في الاستول تديك فاتي داريه او استياتو ريا، معظم الفات اللي بتاكله تفقده، ومعاه ايه؟ شوف المصيبه اللي بعدها، الفات سوليبل فيتامينز، ما انت ما امتصتش الفات وبالتالي الفيتامينز اللي سوليبل في الفات فقدت. عاوز مصيبه ثالثه، التيرمينال اي ام دي كان بيحصل منها امتصاص للبي 12، كان بيمتص برضه من التيرمينال إليام، بيبقى مش هيمتص البي 12 فيجي لك ميجالو بلاستيك انيميا، عشان تعرف التيرمينال إليام دي وظائفها مهمه قد ايه. ده سؤال مهم جدا يا اولاد، هقوله تاني في عجاله، معلش لاهميته انا هطول عليكم شويه، اقوله في دقيقتين تاني. ميكانيزم اوف بايل سيكريشن يا اولاد، هنقسمه تقسيمه جميله قوي بتاعت العبد الله، قبل الاكل واثناء الاكل وبعد الاكل. قبل الاكل حضرتك وانت قاعد بتسمعني الليفر بتطلع بايل، طب بس انت ما مش بتاكل، ما تخافش، البايل ده يتدفق هيروح يختزن في الجول بلادر. الميكانيزم ان الكونتراكشن بتاع السفنكتر اقوى من السكريتوري بريشر اوف بايل. طيب كلنا، يبقى انا عاوزين البايل بقى، مجرد الشروع في اكل السوالوينج، يعني بدات هبلع، يبقى اي كميه جديده هتروح دايركت بقى الانتستين. ليه؟ لان السفنكتر هتريلاكس، السوالوينج بيريلاكس السفنكتر بودي. طب الاكل وصل انتستين المختزن بقى عاوزه،
ما هو لما يوصل الانتستين هيطلع من الانتستين الكوليسيستوكاينين هرمون اللي هيروح في الدم يعمل ايفاكيوشن للجول بلادر. طب بعد الاكل حضرتك خلاص البايل سولت ساعدتك في الدايجيشن ابزوربشن فات، حضرتك تستعيد 90 ل 95% من ال 3.5 جرام اللي ساعدوك، هيتم امتصاصهم من التيرمينال اليوم من الانتستين يرجعوا ليفر. يبقى يسموا ده ايه بقى؟ انتيرو هيباتيك، انتيرو هيباتيك سيركوليشن، ان هم جم من ليفر الانتستين عن طريق البايل داكتس ورجعوا عن طريق البلاد، جم عن طريق الداكتس ورجعوا عن طريق البلاد، فيسموه انتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولز. تستعيد كام؟ 90 ل 95%. منين؟ كل واحده سؤال ام اس كيو من التيرمينال اليوم. ازاي؟ معظمهم سكندري اكتف ري ابزوربشن مع الصوديوم وكمية صغيرة بالديفيوجن. طب الخمسة العشر مية اللي ما رجعوش مصيرهم ايه؟ ما تخافش هنرجع لك جزء منهم كمان. يعني انت في اول قطمة كده رجعنا لك 90 ل 95% من التيرمينال إليوم. طب الخمسة عشر مية اللي سابوا التيرمينال إليوم وعليه سابوا السمول انتستين وعليه دخلوا في القولون، بيتحولوا هناك انت حضرتك عارف الى سكندري بايل سولتس اللي هو الديوكسيكوليك واللايثوكوليك. الديوكسيكوليك هنرجعه لك كله يا عم، اللي هتفقده هو لايثوكوليك. يبقى اوعى تنسى اللايثو هو ده اللي لايسين، لايسين هو ده اللي ضاع، عشان ما تنساش مين اللي ضاع. اللايثو لصنا وضيعناه، لايثو لصنا وضاع مننا. ده يعادل قد ايه بقى اللايسو اللي ضاع ده؟ يعادل 2.4 جرام في اليوم. يبقى الكبد ملزمه بس كل يوم تعوض اللي بيفقد ده اللي هو 2.4. طب الانتيرو هيباتيك سيركوليشن دي اللي هي بترجع 3.5 جرام وبنفقد 2.4، دي بتحصل كم مره في الوجبه؟ مرتين، سؤال ام اس كيو، وعليه في اليوم 6 ل 8 مرات. بتحصل منين الانتيرو هيباتيك سيركوليشن؟ من التيرمينال اليوم، وعليه امراض التيرمينال اليوم. عملت ريسكشن في التيرمينال اليوم، انسى الفات حضرتك، مفيش بايل سولت، مفيش زي ما هنشوف امتصاص في الفات، هتفقد الفات، يجي لك ستياتوريا فاتي داريه، ومعاها مصيبه تانية تفقد الفات سولب الفيتامينز، ومصيبه ثالثه بره القصه ان التيرمينال اليوم دي كنا خدناها في البلاد، خدناها في البلاد، ده المكان اللي بيمتص منه البي 12. يبقى لما تشيل التيرمينال اليوم لا في بايل سولت ولا في بي 12، اهو اتنين بحرف البي، لا بايل سولتس ولا بي 12، لا بايل سولتس ولا بي 12، مفيش بايل سولتس يبقى مفيش فات ستياتوريا ومعاهم فقدت الفات سولبل فيتامينز، ومفيش بي 12 يعمل لك ميجالوبلاستيك انيميا. ننتقل، مش هراجع اكتر من كده عشان عاوزين نبقى ناخد كل محاضره كميه كويسه معتبره. نقول اخر لوحه فانكشنز اوف بايل سولتس يا اولاد، فانكشنز اوف بايل سولتس. البايل سولتس ده سؤال مهم جدا، ليها اربع وظائف. يعني حتى لو انت مش مذاكر خلينا نفكر بهدوء كده. قيس ليلى، انا عاوز يرتبط في ذهنك ما حيت البايل سولتس بالفات. البايل سولتس مهمه للدايجيشن اوف فاتس والابزوربشن اوف فاتي اسيدز او فاتس عموما، يعني كوليسترول ومونوجلسرايدز قلناها وفوسفوليبيدز، ده حتى رجل الشارع عارفها. يعني حتى لو انت مش مذاكر ما تسيبش سؤال فاضي، بدليل ان العيان اللي عنده تعب في الكبد يبقى عليه ما عندوش عصاره مراريه، بيقولوا له يتجنب ايه ما ياكلوش، لانه لو كلوا هيتعب، ما هو ما عندوش عصاره مراريه، يقول له مقلل من الدهون. رجل الشارع عارف ان الكبد اللي عنده الكبد تعبان، يعني العصاره المراريه مش كافيه، يبقى عشان ما يجهدش الكبد يقلل الدهن، معروف كده. اللي عنده الكليه بايظه يقلل البروتين، الكليه يقلل البروتين، الليفر يقلل الفات، قواعد في الطب، اديك فاهمها ليه. فدول اول وظيفتين من الوظائف الاربعه بتوع البايل سولتس، دايجيشن اوف فاتس وابزوربشن اوف فاتس. طيب بس بص بقى الاوائل، الاوائل عندها كلام مهم قوي. الدايجيشن اوف فاتس بيحصل ازاي؟
ليبيد بيشتغل عليه البانكرياتيك لايبيز. الباي سولتس بسميها مشجع لطرفي المباراة، المباراة بين الليبيد والبانكرياتيك لايبيز، هيشتغل على الليبيد. البانكرياتيك لايبيز ده قلنا يا اولاد قلنا ان هو اكتيف اوريدي اكتيف، البايل سولز بيعمل له مور اكتيفيشن، يعني هو مش ان اكتيف ده، حتى انا عاوز اكتبها مور اكتيفيشن عشان ما نلخبطش. يبقى البانكرياتيك لايبيز بالبايل سولز بيحصل له مور اكتيفيشن، هو اكتيف لوحده بس يبقى مور اكتيف في وجود البايل سولز. طيب الليبيد شوف بقى الوظيفه دي مهمه جدا. البايل سولز بتعمل لها امبالسيفيكيشن، يعني ايه امبالسيفيكيشن؟ يعني تقلل السيرفس تنشن، يعني تقلل التجاذب بين جزيئات الليبيد، وعليه لما يقل السيرفس تنشن الليبيد مولكيول الكبير ده ينفجر الى مولكيولز اصغر بسبب انه عمل لها امالسيفيكيشن، بسبب انه قلل السيرفس تنشن، فلما ينفجر لمجموع مولكيول اصغر فده يزود السيرفس اريا اللي هيشتغل عليها البانكرياتيك لايبيز. بمعنى اخر يا اولاد نقولها بتعبير كروي، البايل سولتس هي مش في الدايجيشن مشجع لطرفي المباراه، طرفي المباراه هما الليبيد والبانكرياتيك لايبيز، وجود البايل سولتس يخلي البانكرياتيك لايبيز يفتح ودنك مور اكتف، لكن هو اكتف بس يبقى مور اكتف. وجود البايل سولتس يخلي المولكيول الكبير السيرفس تنشن بتاعه يقل فيحصل له امالسيفيكيشن فيتحول لكذا مولكيول صغير فده يزود السيرفس اريا، يبقى هو مشجع المباراه بس. يعني بلغه الكوره هل ممكن تقام مباراه بدون مشجعين؟ ياما كتير قوي لظروف مباراه ما فيهاش مشجعين، مباراه شغال زي الفل بس تبقى اقل حميه من وجود مشجعين. عشان كده للاوائل يبقى نقول البايل سولتس هيلب الدايجيشن اوف فاتس مش اسينشال. بدون بايل سولتس البانكرياتيك لايبيز اكتف، البايل سولتس هيخليه، قولها انت، مور اكتف. بدون بايل سولتس الليبيد اهو في اريا هيشتغل على البانكرياتيك لايبيز، في وجود البايل سولتس بيزود الاريا لان اربعه مولكيول صغيرين عندهم اريا اكبر من مولكيول كبير. ففور دايجيشن اوف فات هيلب، بلغه الكره البايل سولتس مشجع مش احد طرفي المباراه، هو مشجع لطرفي المباراه اللي هم الليبيد والبانكرياتيك لايبيز. يمكن ان تقوم المباراه بدون بايل سولتس بس هتبقى اقل حميه، هيبقى الدايجيشن اقل بس هيحصل، عشان كده قلنا فور دايجيشن هيلبس. لكن تعالى بقى الابزوربشن اوف فاتس. احنا قلنا يا اولاد الزيت والماء لا يختلطان، الليبيد عمره ما يدوب في الميه يبقى عمرها ما هتمتص الا اذا حطيتها في فيهيكل، في مركبه من البايل سولتس اسمها مايسيلز. وديسكاس اللي احنا قلناه قبل كده، ايه المايسيل دي؟ عباره عن غلاله من البايل سولتس محطوط فيها الليبيد بترتيب معين، الكوليسترول في النص، الفوسفوليبيد والمونوجليسرايدز موجوده، الهيد اللي هو هيدروفيلك لبره والتيل اللي هو هيدروفوبيك لجوه، والبايل سولتس دي اوريدي الهيدروفيلك بتاعها لبره والهيدروفوبيك لجوه، فبقت ميسيبل ويذ ووتر يعني دايبه في الميه، فبتاخد الليبيد زي بالظبط كده. الليبيد عمرها ما هتوصل للشاطئ اللي هو البراش بوردر بتاع الانتستين، لما تركبها القارب المركبه اللي هو المايسيلز يوصلها لحد البراش بوردر وتنتقل هناك باي سمبل ديفيوجن. يبقى الفاتي اسيد لطالب فاهم، البايل سولتس مش هيلب essential for the absorption of fats، يعني بتساعد help الدايجيشن للاوائل، انما للابزوربشن لا، it's essential لان الليبيد لا تذوب في الماء، واحنا قلنا insoluble not absorbable. لما تركب المركبه اللي هي المايسيلز اللي هي السيلندرز المعموله بالبايل سولتس وتشرحها بقى من اللوحه السابقه نقدر نمتصها،
وعليه تعالى بقى نقول جملة مهمة جدا للأوائل. لو حصل انسداد في البيليري داكتس يبقى البايل سولتس ما وصلتش الانتست خلاص كنتيجة الانسداد في البيليري داكتس، أو تعب في الليفر خلاص ما فيه ما بتعملش بايل سولتس، يبقى في الحالة دي أنا مش هعرف أمتص الفات، هيحصل استياتوريا فاتي دارية، بس الفات هيبقوا موستلي دايجستد لان احنا قلنا للدايجشن هي هيلب. لكن لو واحد عشان تفهم اكتر البنكرياس تعبان مش الليفر، يبقى ما عندوش بانكرياتيك لايبيز، يبقى ما هضمش الفات لان ما فيش بانكرياتيك لايبيز وعليها دم، ما هضمهاش ادم ما هضمهاش مش هيمتصها، فيبقى برضه عنده ستاتوريا بس الفات يبقى موستلي اندايجستد. يبقى الاوائل جالك عيان الستول فيه ستاتوريا، العام ده لا الفات نزل في الستول، في سؤال مهم جدا تسأل وهو هيبقى كاتبها لك في المعمل ان العيان عنده ستاتوريا، لو قال لي الفات موستلي دايجستد يعني حصل له دايجستشن ونزل في صورة فاتي اسيدز، حصل له دايجستشن يبقى العيب مش في البنكرياتيك لايبيز، انما حصل له دايجستشن ونزل في الستول انه ما حصلوش ابزوربشن، يبقى فيه خلل في البايل سولز، في انسداد في القنوات البراريه. لكن لو قال لي العيان عنده استياتوريا والفاتس موستلي افتح ودنك اندايجستد، هو ليه نزل في لانه اساسا ما اتهضمش، اساسا ما اتهضمش يبقى العيب في البنكرياتيك لايبيز، يبقى فيه انسداد في البنكرياتيك داكت. ادي الطب يا اولاد واللذه بتاعته. يبقى البايل سولتس اسينشال للابزوربشن لكن هيلب الدايجشن، يبقى غايبه البايل سولتس كنتيجه لانسداد في القنوات المريه كنتيجه لمرض في الكبد، يبقى مش هعرف امتص الفات بس هيحصل له دايجشن لان البنكرياتيك لايبيز زي الفل، يبقى هيبقى عنده استياتوريا بس الفات تبقى موستلي دايجستد لو مفيش بايل سولتس. امال امتى يبقى عنده ستياتوريا والفاتس موستلي افتح ودنك اندايجستد؟ لو مفيش اللي هيدايجست، مفيش بنكرياتيك لايبيز، لو العيب في البنكرياس او في انسداد في البنكرياتيك ضغط، يبقى من الاول ما تهضمش وعليه افهم ادام ما تهضمش مش همتقص بس ينزل موستلي اندايجستد. يبقى عيان عنده ستياتوريا في سؤال مهم تبص في الورقه، هل ده الفات اللي نازل ما اتهضمش يبقى العيب في البنكرياس، انسداد في قنوات البنكرياس او بنكرياتيك دامج، انما نزل دايجستد يبقى البنكرياتيك لايبيز زي الفل اللي عمل دايجستد، امال ليه ما امتصش؟ لان ما فيش بايل سولتس، يبقى العيب يا في الكبد يا اما في انسداد في القنوات المريه. اي هوب ايم كلير اند ايم اولويز كلير. ثالث وظيفه للبايل سولتس، اول وظيفتين دول عليهم 90% من النمره اللي هو digestion of fats help و absorption of fats essential. تالت ورابع وظيفة عليهم 10% من نمرة ان البايل سولتس بتشتغل ككولوريتكس، هنفهم يعني ايه كولوريتكس دلوقتي حالا. ورابع وظيفة اللي هي solvent، مش احنا قلنا انها بتدوب الليبيد بتخليها soluble النوتر، يعني هي تقريبا اعادة الوظيفة دي بطريقة تانية بس دي مهمة absorption، انما هنا solvent action بتدوب الفات وعليه بتمنع البريسيبيتيشن ترسب الكوليسترول والبليروبين والفاتي اسيدز، وعليه بتمنع تكوين جول بلادر ستونز. يعني في الجول بلادر وجود البايل سولتس في وسط المكونات بتاعه البايل اللي مختزنه في الجول بلادر في الحويصله المريه، البايل مختزن، البايل ده فيه كوليسترول وفيه بليروبين وفيه فاتي اسيدز، لو معهمش بايل سولتس تلوبهم كان المكونات دي عملوا جول بلادر ستونز، كانوا عملوا حصوات في الجول بلادر، يبقى ده سولفنت اكشن. نيجي بقى قصه الكولوريتيك دي مهمه قوي يا اولاد ونختم بيها. في تعبيرين في الطب مهمين جدا اسمهم كولوريتكس وكولاجوجز، هتاخدهم في امراض علم الامراض باثولوجي، هتاخدهم في امراض باطنه، هتاخدهم في الجراحه، يعني هتاخدهم ثلاث مرات تاني. واحد من اشهر الاسئله في الفيسيولوجي وفي الباثولوجي وفي امراض باطنه وفي الجراحه، ايه الفرق بين كولوريتيك وكولاجوجز؟
المواد اللي بتستيميليت الليفر انها تسكريت بايل يسموها كولوريتكس. يبقى ايه هي الكولوريتكس؟ سبستانسز ويتش ستيميليت الليفر تو سكريت بايل. انما المواد السبستانس ويتش ستيميليت الايفاكيويشن اوف جول بلادر يسموها كولاجوج. خلاص وبعدين نصلح هنا نخليها سبستانس ويتش ستيميليتس، لو عاوزينها مفرد نخليها ستيميليتس او سبستانسز ويتش ستيميليت. معلش عشان الورق ده ما بيبقاش عندي وقت يا اولاد ان انا اراجعه، براجعه معاكم بس في واحنا بكتبه في عجاله كده قبل المحاضره. طب طالب قال لي احنا هنلخبط كلوريتك مع كولاجوج، قلت له لا مع العبد لله ما فيش لخبطه. كلمه كولاجوج في اللغه كولي يعني ريليتد تو ذا ليفر، يبقى ريليتد للبايل، ما الليفر هي بتطلع البايل. كلمه كولي يعني ليفر، جوج يعني بيزود. لما اقول لك الماده دي ليمفاجوج يبقى تزود الليمف، سكريتا جوج تزود السكريشن. فالكولاجوج حاجات بتزود البايل، بتزودها ازاي؟ البايل موجود اوريدي عن طريق انها بتيفاكويت الجول بلادر. انما الكولوريتكس مواد بتستيميليت الليفر انها تطلع بايل، يبقى لو الماده بتستيميليت